لما سيدنا نوح تكالب عليه كفار دعا ربنا زي ما ورد في سورة القمر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. صدق الله العظيم. إن ربنا ينصر البني آدم فده فتح مبين، إنه ينصره بعد ظلم بين فده أكيد بيكون شعوره عظيم. المصريين اللي شاعرين بالظلم، سواء الأفراد اللي شاعرين بظلم الحياة وظلم العباد ليهم في حياتهم ومعاشهم، اصبروا وصابروا، إن شاء الله بكرة أحسن، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هينصركم على كل اللي ظلمكم. ولكل المصريين اللي حاسين إن الناس بره تكلبوا علينا وحاولوا بيحاولوا يوقعوا البلد كلها، عايز أقول إن ربنا النهاردة بينصرنا، وبكرة هينصرنا أكتر. مش هتفتح أبواب السماء بماء منهمر، ولكن لو التعبير مجازي إن شاء الله هينهمر الرزق على مصر. هيتراجع اللي قرروا يقفوا قدام مصر وضد مصر ومصالح وصالح شعبها. هنكون بقوتنا الذاتية وبدعم المخلصين ووقفتهم أكثر قوة، ونبعت رسالة للعالم كله: لم تسقط مصر، ولن تسقط مصر، ولن يسقط شعب مصر ولو كره الكارهون. قولوا مع الظلم اللي ناس كتير بتسعى انها تظلمنا بيه، حتى لو ساعدناهم بتصرفات صغيرة وكلام من ناس صغيرة، قولوا: ربي إني مغلوب فانتصر. وإن شاء الله يفتح أبواب السماء بماء منهمر ورزق لا ينقطع. احتفظوا بإيمانكم في قلوبكم وثقتكم في ربنا سبحانه وتعالى وفي نفسكم وقدرتكم، وكرروا لنفسكم وللعالم كله: لم تسقط مصر، ولن تسقط مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمصر في نفسي مكانة خاصة، ونحن في المملكة نعتز بها وبعلاقتنا الاستراتيجية المهمة للعالمين العربي والإسلامي. حفظ الله مصر وحفظ شعبها. دي تغريدة جلالة الملك سلمان على تويتر النهاردة، ومن ناحيتنا بنقول لجلالة الملك: نحن نعتز كشعب مصر بالمملكة، حفظكم الله وحفظ شعب المملكة العربية السعودية. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القاهرة، أهلا ومرحبا. جناح الأمن القومي العربي زي ما الرئيس السيسي قال بيجتمعوا، وزي ما الرئيس وعد إن شاء الله مش هتشوفونا إلا مع بعض. مصر والسعودية لقاء قمة عربي. رويترز بتقول الزيارة الملكية لمصر مدتها 5 أيام، وهيتم توقيع اتفاقيات تعاون عسكري واقتصادي. السفير أحمد أطال النهاردة بيقول توقعوا أنباء سارة جدا يوم السبت. الزيارة اللي فاتت لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لشرم الشيخ كانت نهاية مارس 2015 في القمة العربية. المباحثات الرسمية بدأت فورا بعد مراسم الاستقبال الرسمي. بكرة في جلسة تانية، وبعدها هيتم توقيع اتفاقيات بين البلدين، وجلالة الملك سلمان هيلتقي بالمسؤولين المصريين وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، وزيارة تاريخية للبرلمان يوم الأحد. طب ليه الزيارة دلوقتي؟ هل التوقيت ليه معنى؟ العرب اللندنية بتقول توقيت الزيارة بيتزامن مع تعرض المنطقة لتحديات كبيرة بسبب الأزمات اللي بتمر بيها الدول العربية، وده بيأكد إن في أهمية كبيرة جدا للتنسيق في المواقف بين مصر والسعودية في كل الملفات الإقليمية بشكل يدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
الأناضول نقلت عن بيان الديوان الملك السعودي إن الزيارة تلبية للدعوة الموجهة لخادم الحرمين الشريفين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من روابط الأخوية بين المملكة ومصر. والأناضول بتتكلم عن الاتفاق المصري السعودي في 11 نوفمبر 2015 بخصوص إنشاء مجلس تنسيق مشترك عشان ينفذ إعلان القاهرة اللي تضمن تطوير تعاون عسكري وإنشاء قوة عربية مشتركة وتعزيز تعاون واستثمار في الطاقة والربط الكهربائي والنقل والتكامل الاقتصادي. صحيفة الرياض السعودية قالت هناك من يمني نفسه بإفساد العلاقات بين المملكة ومصر، ده صحيح، وقالت ده مصدره قوة خارجية، والصحيح أكتر داخلية بمعاول، وده حقيقي، إعلامية أو حزبية أو بتوظيف شخصيات مأزومة بغرض مصالح فئوية ضيقة لأهداف مؤثرة. لكن الحاصل في العلاقات بيوري مدى حصانة العلاقة بين البلدين مصر والسعودية. وقالت البلدين أثبتوا أن علاقتهم تقدر تصمد قدام أي طارئ ممكن يحصل، لأنهم مدركين قد إيه المنطقة بتعول على العلاقات السعودية المصرية. وحتى لما تحصل مشكلة نتيجة اختلاف وجهات النظر، شعرت معاوية بتبقى عصية على القطع وترجع المية لمجراها الطبيعي. صحيفة الرياض بتقول المملكة بتبعث من خلال الزيارة رسالة قوية لكل اللي رهنوا على انهم يعكروا وصفوا العلاقة بانهم يستغلوا اي اشارة سياسية في زمن كتر فيه الهرج، وتأويلها باعتبارها مؤشر على سوء العلاقة. الرسالة بتقول البلدين مدركين حجم التقل اللي هم بيمثلوه، وما يقدروش يخاطروا بالتقل ده لأي سبب، والأزمات اللي مرت بيها المنطقة بتعتبر إشارة لصمود العلاقة بين الرياض والقاهرة. والملك سلمان مؤمن بوحدوية القرار الإسلامي والعربي، وبيراهن على أن مصير المنطقة لازم ما يتسابش لغير دوله أو يتساب عشان تعبث بيه القوى الكبرى. عشان كده المملكة كانت صارمة تجاه اتخاذ أي موقف ضد مصر. المصريين برهنوا ان هم يقدروا بفضل الوعي السياسي وعراقة الحياة السياسية، حسب برضو جريدة الرياض، على انهم يتعاملوا مع مختلف الازمات. رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل قال الملك سلمان صاحب رؤى استراتيجية عميقة في كل المجالات، بدليل ان هو بيهتم باصطحاب وفد ما يقلش عن 50 من رجال الاعمال عشان خاطر يدعموا الجوانب الاقتصادية. وزيارة الملك لمصر فرصة كبيرة يناقشوا خلالها رجال الاعمال يعني كل ملفات الاستثمار. ويوم السبت هيكون في منتدى اقتصادي سعودي مصري هيتم تسليط الضوء فيه على معوقات الاستثمار في مصر، وهيتم مناقشة 12 مشروع هينفذها رجال الأعمال السعوديين هنا في مصر. نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ قال وزيرة الاستثمار المصرية داليا خرشد اجتمعت مع الملحق التجاري محمد الحيزان وممثلة مجلس الأعمال السعودي عبير الخولي وعدد من ممثلي الشركات السعودية المستثمرة في مصر عشان يشوفوا إيه أسباب العمل. رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل ناقش مع وفد رجال الأعمال الشركات الجديدة اللي هتتأسس هنا في مصر، وهيكون رأس مالها 36 مليار جنيه يعني حوالي 4 مليار دولار، وتم إيداع 10% من رأس المال في البنوك المصرية خلاص، وتستكمل ل 25% خلال 3 أشهر. الشركات الجديدة دي هتشتغل في مشروعات قناة السويس، هتشتغل في الطاقة، استيراد وتصدير، تأهيل كوادر طبية، استثمار زراعي وحيواني، واتفاقية شراكة كبيرة بين شركتين سعودية ومصرية بحوالي مليار جنيه. إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، رأس مالها 27.8 مليار دولار، 33.5% منهم بيشتغلوا في الصناعة، و14.6% بيشتغلوا في الإنشاءات، و12.8% في التمويل، و11.7% بيشتغلوا في السياحة، و11.5% في الاتصالات،
وعشرة وثلاثة من عشرة في المية في الخدمات، والزراعة خمسة وثلاثة من عشرة في المية. حجم الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية رأسمالها المدفوع 1.3 مليار دولار، وحجم الصادرات المصرية للسعودية في 2015 1.7 مليار دولار، ودي منتجات صناعية وأساس ومنتجات غذائية ومواد خام وحبوب وخضار وفاكهة ومنتجات طبية وأجهزة كهربائية. طيب الآراء برة بتقول ايه عن هذه الزيارة؟ روسيا اليوم بتقول الزيارة بتخرس ألسنة اللي روجوا للخلافات في المواقف بين البلدين، وادعوا ان الملك سلمان منحاز للاخوان وان سياسته بتختلف عن سياسة الراحل الملك عبد الله اللي كان اكثر الحكام العرب دعما للمواقف المصرية. قالت في ملفات عالقة زي اختلاف المواقف من الحل السياسي لقضية سوريا وتصنيف مصر لجبهة النصرة اللي بتدعمها المملكة على انها منظمة ارهابية وامتداد لتنظيم القاعدة. وطبعا بالاضافة لده في موضوع عودة العلاقات المصرية التركية بناء على رغبة الملك سلمان عشان تكتمل فكرة ان يبقى فيه تحالف اسلامي يواجه الارهاب. لكن روسيا اليوم بتأكد ان زيارة الملك سلمان للقاهرة هتطوي صفحات الخلاف وتتجاوز صفحات تانية بيحتفظ فيها كل طرف بمواقفه بدون ما تتأثر العلاقات بين البلدين، واللي تقدر لوحدها انها تنقذ ما تبقى من ضعف الأنظمة العربية. زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر زيارة تاريخية، هي أطول زيارة لمصر. إنما اللي عايز أقوله إن لو في خلافات في بعض وجهات النظر بين البلدين فده ما بيقللش احترام قادة البلدين لوجهة نظر بعضهم، وهكذا يتعامل الكبار. مصر تستقبل خادم الحرمين الشريفين بإغلاق قناة المنار التابعة لحزب الله واللي كانت بتبث على النايلسات. أهلا ومرحبا بالملك سلمان جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين، والعلاقات المصرية السعودية هتكون موضوع حلقتنا النهاردة. الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سند الملوك من إخوته وركيزة استقرار دولته وأمير الإنسانية بين شعبه وملك الحزم في أمته، تولى الحكم خلفا لأخيه المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز ليكون الملك السابع في سلسلة القيادة السعودية. قبلها كان أميرا للعاصمة الرياض ثم وزيرا للدفاع. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، أن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. بعدها وليا للعهد ثم قائدا لأمته ومليكا لشعبه. رحم الله من أهدى إلي عيوبي، يكتب في الإعلام وليكتب من يكتب، لكن أي شيء تقول لها حميدة الأخرى أنا وسهلا، التلفون مفتوح، الإذن مفتوحة، المجالس مفتوحة. أمور الحكم طوال سنين عمر الملك سلمان لم تمنعه عن المشاركة المباشرة في كل الأعمال الإنسانية، وبقدر إنسانية الملك سلمان بقدر حزمه وحزمه، مواقفه العروبية ثابتة بدءا من مشاركته في أعمال المقاومة في مصر عام 56 خلال العدوان الثلاثي، وحتى إصداره أمرا ملكيا بقيام عاصفة الحزم نجدة لليمن. حاسم حازم في كل المواقف، لا يقبل الإفراط ولا التفريط، يضع أمته الكبيرة الإسلامية والعربية نصب عينيه بقدر ما يضع مملكته وشعبه. بلد هذه بلد بلدكم، والإخوة أخوانكم، ونحن الحمد لله لسنا في حاجة لشيء، لكن الحاجة أن نكون يد عربية واحدة. مواقف الرجال تضع محبتهم في القلوب، واليوم يكمل خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبد العزيز مسيرة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، محبة بمحبة وموقف بموقف، وتستمر الأخوة بين مصر والمملكة العربية السعودية 90 عاما من الشرف. عايز أنبه لحاجة مهمة أوي، هل معنى أن في هذه الزيارة بهذا المستوى على مستوى زيارة جلالة الملك لمصر وهذا الوفد رفيع المستوى وهذا الوفد من رجال الأعمال وهذا النوع من التعاون والاستثمارات وغيره وغيره واتفاقيات عسكرية وغيره، هل ده هيخرس كل الألسنة؟ يعني زي ما روسيا اليوم كانت بتقول ممكن تكون هتخرس الألسنة فيما يتعلق بالناس اللي كانت بتصطاد في المياه العكرة وبتقول العلاقات بين مصر والسعودية باظت وانتهت إلى الأبد، لكن مش هتخرس الألسنة اللي بتحاول إنها تبوظ العلاقات وإنها تحاول ترمي كلمة هنا وكلمة هناك عشان خاطر الدنيا تسخن ويبقى فيه تراشق. يعني تأكدوا إنها يحصل النهاردة كده بالليل تراشق فيسبوكي تويتري ما بين مواطنين مصريين وسعوديين بسبب ان واحد طلع زي الباشمهندس اياه، مش عايز اقول اسامي، وواحد من مشاهدينا اللي هو عبد الفتاح بعت لنا بيرد على الباشمهندس بيقول له اتق الله يا باشمهندس في بلدك في المقام الاول. الناس دي مش هتبقى مبسوطه لو الامور صارت على ما يرام، الناس دي بيسئها جدا ان الامور تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه النهاردة بهذا الاستقبال الحافل اللي معمول للملك سلمان في مصر وارتفاع الروح المعنوية عند الشعبين المصري والسعودي ان في تقارب بين دولتين اسلاميتين عربيتين كبيرتين بهذا الشكل الكبير، بيسئهم طبعا، ولازم هيطلع واحد من هنا وواحد من هنا يرميله فرقعة عشان خاطر يقدر ان هو يعني الموضوع ما يتمش كده على اكمل وجه. فتوقعوا انكم هتسمعوا وهتقروا كلام لناس فاسدة ومفسدة، لا فارق معاها يعني الشعب المصري محتاج ايه ولا عايز ايه، ولا فارق معاها الشعب السعودي محتاج ايه وعايز ايه. خلينا نتكلم بصراحة شديدة جدا، هو أي شعب في أي بلد عايز إيه ومحتاج إيه؟ محتاج أمن، محتاج أمان، محتاج إن هو يعيش حياة كريمة، محتاج إنه يشوف المستقبل شكله أفضل ويشعر إن المستقبل بتاعه مش بتاع الناس اللي بره، لن يفرض عليه شيء هو لا يقبله على نفسه. ده عادةً بتكون المتطلبات اللي موجودة عند المواطنين والشعوب بشكل عام. جلالة الملك سلمان بالتأكيد يعني هدفه الأول أن يحقق ده للمواطن وللشعب السعودي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكيد هذا هو هدفه الأول، بالإضافة لأي أهداف أخرى تأتي بعد ذلك سواء هنا أو هنا، هدفه الأول هو أمن وأمان ورفاء المواطن المصري وانه يبقى عنده أمل في المستقبل وان المستقبل فعلا يبقى أفضل والأحوال تتحسن. ده بينطبق على المواطن اللي موجود في أي مكان في العالم، لو كان الحاكم بتاعه حاكم عادل بيسعى ان هو يحقق ده. هل التقارب المصري السعودي أو السعودي المصري، هل هذا التقارب بيحقق ده لأبناء الشعب السعودي والشعب المصري؟ مفيش جدال، يعني مش محتاج اننا نقعد نفكر مرة واثنين وثلاثة ونقول طب ما يمكن طب ما احتمال، لا بالتأكيد هو في صالح المواطن وبالتأكيد في صالح الشعب وفي صالح رجل الأعمال وفي صالح كل الناس على بعضها. طيب الكلام ده يزعل مين؟ يزعل اللي واقف ضد مثل هذا التقرب لانه هيضر مصالحه. تعالوا نشوف لما كان شيخ الأزهر كان موجود في المملكة العربية السعودية والتقى جلالة الملك سلمان، وكالة فارس
كانت كتبت تعليق ليها لما فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب التقى بجلالة الملك في المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين دعاه لزيارته في مصر، قال له لما أبقى في مصر يا ريت تيجي تزورني. فطلعت وكالة فارس، طبعا انتوا عارفين فارس الإيرانية، كتبت وحطت مقولة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء، وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء. النهاردة اللي على وكالة فارس عن الموضوع ما تغيرش إلا بحذف مقولة سيدنا علي رضي الله عنه، لأنهم عرفوا إن خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله بكرة هيزور الأزهر وهيصلي الجمعة هناك، فخافوا يقولوا على الملك سلمان أنه نعم الملوك، وخافوا يقولوا على شيخ الأزهر أنه نعم العلماء. نفاق فارسي إيراني واضح، واستغلال لمقولات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، زيهم زي الإخوان وزي كل شركائهم تجار دين بالشكل اللي يمشي مصالحهم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة غرة رجب، يعني هذا الشهر الحقيقة له الكثير من الفضائل، فبالتالي يعني مش هنقعد ندي درس ولا حصة في الدين، لكن بنقول توقيت مبارك في وقت جميل بيحصل فيه نوع من أنواع فتح أبواب الأمل. ما يخصنا في الموضوع هو أننا لما بنشوف أي حاجة تفتح باب الأمل لبكرة للناس، انها تقول طب ما يمكن يبقى احسن، طب ما يمكن الناس لما بتقعد مع بعضها الدنيا بيبقى شكلها افضل، لما بنلاقي زيارات طويله مش زياره لمده 24 ساعه او لمده كذا ساعه وانتهينا، لكن هذه الزياره اللي مستمره لحد يوم الاثنين الساعه 12 ظهرا، هذه الزياره زياره ليها مغزى كبير جدا. على الأقل خليني أتكلم من وجهة نظري كمواطن مصري، زيارة ليها مغزى كبير جدا عندنا. تاني بقول لحضراتكم أن فقرتنا النهاردة هتناقش هذه الزيارة، ليس فقط زيارة جلالة الملك، ولكن أيضا الزيارة من جانب السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال، وإيه اللي احنا محتاجين نشوفه كنتائج لهذه الزيارة. بمناسبة الزيارات، رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان ابتدى زيارة لمصر النهاردة برضو مع وفد من أعضاء الكونغرس، والتقى الرئيس السيسي ووفد من مجلس النواب، والرئيس النهاردة برضو قابل فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم في البرلمان الألماني. كاودر أكد على تقدير ألمانيا لدور مصر في الشرق الأوسط كركيزة للأمن والاستقرار، بالإضافة لجهودها المقدرة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وقال ألمانيا عايزة تعزز تعاونها الاقتصادي مع مصر وتساهم في دفع جهود التنمية، وده هيترجم في زيارة لمصر هتتم لنائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الشهر ده، اللي هيكون معاه وفد كبير من الشركات الألمانية عشان تشجع الشركات دي إنها تتعرف على فرص الاستثمار في مصر. يعني خلال 10-12 يوم أو الأسبوعين اللي جايين هتكون في هذه الزيارة الألماني، وهيكون أيضا في زيارة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وهيكون معاه أيضا مجموعة من السياسيين ومجموعة من رجال الأعمال. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني الكلام بيقول موتوا بغيظكم للناس اللي شايفين أن مصر توشك أن تسقط. لن تسقط مصر إن شاء الله. اللي عايزين وبيتمنوا أن تفلس مصر، لن تفلس مصر إن شاء الله. اللي عايزين الدنيا ترتبك في مصر عشان خاطر الدنيا تتقلب بقى وترجع ويعيشوا حياتهم ونازلين ويلا هيلة بيلة، ما هي البلد عايزينها تبقى سداح مداح ونبقى نازلين كل واحد يعمل ما بداله، ما احنا قعدنا كام سنة كل واحد بيعمل ما بداله، فناس كتير جدا متضايقة. يعني انا النهاردة مش هبقى عارف انزل ابوص فيها طب القرشين اللي بيجولي من برة وانا مسترزق بيهم وعايش فيهم، مفيش خلاص. الناس هتبتدي تتكلم وتقول
ده اصل في قمع بيتم في مصر، وفي في اخطاء بتتم في مصر. لا عندي معلومه ان في حاجه بتتم، ولا عندي معلومه ان مفيش حاجه بتتم، لكن كل اللي بيحصل معايا هو ان انا بتابع زي حضراتكم حاجات بتبقى موجوده على فيسبوك او موجوده على تويتر او منشوره في جرايد او منشوره في بلوجز بتتكلم عن حالات معينه وحاجات معينه. واوقات كتير بلتقي ناس من اللي بتشتغل في الاجهزه الامنيه، ممكن احنا نلتقي في مناسبه او في غيره، ويقسموا على ان مفيش اي حاجه من هذه الاشياء تتم، وان ده كله عباره عن مجموعه من الاشاعات. بعيدا عن ده او ده، اساسا اننا نبقى واقفين ضد اي ممارسه تكبل الناس، بالتاكيد احنا ضد ده. اننا نبقى واقفين قدام ممارسات بتحصل سداح مداح في بلدنا ومتسابة، برضو احنا ضد ده تماما. ما ينفعش، انا عارف انها عملية مش سهلة، انك انت تبقى ماشي على الحبل الرفيع بين ان انت تبقى مفتري او ان انت تبقى حازم، زي بالظبط الحبل الرفيع اللي بيفصل ما بين ان انت تبقى عادل او ان انت تبقى ظالم، ان انت تبقى موضوعي او ان انت تبقى متحيز. كلها في ظل هذه الظروف اللي بتخلي فيه حالة استقطاب فظيع بيحصل في العالم كله، وبيحصل في المنطقة بوجه خاص، وبيحصل في مصر بشكل كبير جدا. كل ده بيقولك لابد ان انت تحاذر وانت ماشي وبتنفذ اللي انت بتعمله. مش كل الناس هترضى عنك، ومش كل الناس هتبقى مبسوطة ان انت بتؤدي هذا الاداء، لكن انت لابد ان ضميرك يكون يقظ، احساسك يكون منتبه ان انت امام بناء للمستقبل. الكلام ده رايح لكل الناس، وان كانوا وزراء، ان كانوا مسؤولين امنيين، حتى بالنسبة للرئيس، عشان محدش يقول لي انت استثنيت الرئيس ليه. بالنسبة للكل، كلنا محتاجين اننا نبقى متيقظين، مفتحين عينينا، اننا نبقى عارفين ان الدنيا مش سهلة ومش ماشية في اتجاه سهل. لكن وانت حازم وبتطبق الاجراءات الحازمة، لازم تكون عادل فيما تفعله، وتكون واضح في اللي انت بتقوم بيه، وما تخافش. لو اخطأت اعترف بخطأك واعتذر وتراجع وحاسب المسؤول، مفيش اي مشاكل. يعني كلنا من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، بنخطئ، لكن انك تتمادى في الخطأ ده مش مطلوب. انك تتهم بشيء انت اصلا بريء منه، اطلع واتكلم وقدم الحقائق ووضح للناس وقول. الناس في مصر مش عايزة اي حاجة من المسؤولين الا الوضوح في الكثير من الامور. بلاش نخبي وبلاش نداري. الشعوب دلوقتي ما بقتش زي زمان في حالة طفولة او مراهقة، انها لا احسن ما يعرفوش. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن امور ان تبدأ لكم تسؤكم. خلاص، في هذا الكلام ينطبق على امور دينية تحدث عنها القرآن الكريم، ولكن في امورنا الحياتية والمعيشية الناس لازم طول الوقت تبقى عارفة هي قدام ايه، وبتواجه ايه، وبيحصل ايه، وبنواجهه ازاي، واخطأنا امتى، وهنصلح خطأنا ازاي. وكالة انباء اكي الايطالية بتقول ان الاجتماع بين المحققين الايطاليين والمحققين المصريين في قضية جوليو ريجيني كانت النهاردة في روما، وقعدت لمدة 4 ساعات او اكتر. حضرها المدعي العام جوزيبي بيناتوني، ووكيل النيابة سيرجيو كولايكو، مع النائب العام المساعد المصري مصطفى سليمان، ووكيل النائب العام محمد حمدي. اللقاء حضره قائد وحدة العمليات الخاصة الجنرال جوزيبي جوفرنالي، ورئيس مديرية مكافحة الإجرام ريناتو كورتيزي. الوكالة بتقول الوفد المصري في 4 لواءات، عادل جعفر واللواء علاء عزمي والعميدين مصطفى معبد وأحمد عزيز من الأمن
الوطني. والاجتماعات استمرت النهاردة وهتكمل بكرة، والجانب المصري معاه ملف يقال في بعض المصادر انه 2000 صفحة وفي بعض المصادر التانية 3000 صفحة، في تحيات مع 200 شخص من جنسيات مختلفة كانوا على صلة بريجيني. والوكالة الإيطالية بتقول الاهتمام الطلياني متجه لأكثر من جانب، بداية من الأماكن اللي كان بيتردد عليها ريجيني يوم 25 يناير للاتصالات بتاعته. بتوقيتهم هم الاجتماع ابتدى الساعة 10:30 الصبح اللي هو 11:30 بتوقيتنا احنا، وكانت الجلسة مغلقة، والصحف الطلياني بتعتبر ان الاجتماع ده نقطة حاسمة في العلاقات بين مصر وإيطاليا، خصوصا ان مصر أكدت انها هتسلم أدلة مادية من صور ومقاطع فيديو وقائمة اتصالات وتقارير تحل لغز القضية. رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي كان بيقول حقيقة مقتل ريجيني هتصب في مصلحة مصر مش في مصلحة إيطاليا بس، وقال احنا ملتزمين بالوصول للحقيقة. تمام، ده كلام عظيم جدا، خطوة أتمنى أن الجانب المصري يكون مستعد ليها، لأن الصحيفة الإيطالية كانت أشارت لسر محاولة البعض أن هم يحموا اسم اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة في القضية، وقالت أن كان في رسائل إلكترونية مجهولة المصدر وصلت للمحققين الإيطاليين من يومين بتتهم اللواء المصري بقتل ريجينين. صحيفة اسمها آسي 24 صحيفة إيطالية بتقول رسائل مجهولة وصلت في نفس الوقت لأكثر من صحيفة إيطالية منها لريبوبليكا، واحتوت على تفاصيل هم بيزعموها عن الجريمة. صحيفة تانية اسمها سوسيداريو قالت الرسالة الإلكترونية كانت السبب ان الاجتماع اتأجل، الاجتماع اللي هو ابتدى النهاردة في روما كان مفروض اصلا انه يكون يوم الثلاثاء وتأجل للنهاردة. طيب اللي بيحصل حوالينا ده واللي بيحصل في روما نتيجته شكلها تبقى عاملة ازاي، احنا متوقعين ايه منه وعايزين ايه منه وحاطين ايدينا على قلبنا من ايه؟ ما خلينا واضحين، هي الناس في مصر قلقانة من اللي بيحصل؟ طبعا الناس الوطنية المخلصة قلقانة من اللي بيحصل. في ناس تانية يقول لك، يعني واحد بعت لي على فيسبوك، يعني انت بجد مش شايف ربط ما بين قضية خالد سعيد وقضية جوليو ريجيني؟ الحقيقة مش شايف، انا شخصيا حتى هذه اللحظة مش شايف، يعني ارجو ان انا اكون اللي انا شايفه وهو ان انا مش شايف هذا الربط يكون حقيقي، قد اكون مخطئ الله اعلم، ولكن الناس حاطه ايديها على قلبها مش عايزه بلدها تبقى في لحظه من اللحظات بتتهم انها عملت فعل زي ده وانها دارت عليه وخبت عليه. مش ده اللي المصريين عايزينه؟ يعني اللي قاعدين بيتفرجوا مش هو ده اللي حضراتكم فعلا عايزينه وقلقانين منه وحاطين ايديكم على قلبكم عليه؟ وبنتكلم بنقول يا رب يكون عند السلطات المصرية والناس اللي سافرت في هذا الوفد ما يكفي من الأدلة إنها تبرئ ساحة مصر من الاتهامات الهوجاء اللي شغالة على مصر الله ينور بلا توقف وبلا هوادة. وكل ما الاقي الحملة مسعورة أكثر أحس إنها وراها فاعل، ما عنديش معلومة، بس دايماً في شغل العلاقات العامة والعلاقات الصحفية اللي بزعم ان انا بفهم فيه شوية، لما بلاقي هوجة كده والهوجة تبقى قاعدة شغالة وشغالة بشكل زي ما بيقولوا عليه سيستماتيك، شكل منظم كده في ممنهج بمنهجية وشغال وعمال بيطلع هنا وبعدين بيطلع هنا، وبعدين تلاقي شخصيات بعينها تقولك يعني انت مش شايف الربط ما بين خالد سعيد وريجيني، فتبتدي تقول اه في حاجة وفي حاجة مش مظبوطة. ايه هي؟ انا معرفش. من شهر وشوية طلعت قلت للداخلية يا جماعة لما ضغطوا عليكم الطلاينة قدمت لهم الوثائق، ليه نستنى لما يضغطوا علينا عشان خاطر نقدم لهم ده؟ ليه نوصل الموضوع انه احنا نودي تبقى القضية كلها بيتم الاجتماع في روما في قضية حصلت في مصر؟ النهاردة الراجل اللي كان خطف الطيارة وطلع بيها قبرص وافقت ان هو هيتسلم لمصر. تمام، الاسبوع اللي فات قلت يا جماعة
حدش يطلع يشتم بقى في قبرص. علاقتنا بيها يعني كويسه فخلوها كويسه، عايزين يخلوه عندهم يخلوه يخللوه حتى. انا فاكر انا قلت، لكن اننا نبقى على طول قلبين بالشكل ده ما تقلبوش بهذا الشكل. فالنهارده قبرص قالت اتفضلوا خدوا الراجل، والكلام ده اتنشر في صحيفه رسميه قبرصيه. الحكايه بقى في ايطاليا لازم تاخد الابعاد، لازم نتعامل بقى باحترافيه شديده جدا عشان يعني ما فيش فرصه لخطأ اخر قادم، خطأ في اصل ما كانش قصدي، او ما كنتش اعرف، او الورقه دي ما كنتش فاكر، او الورقه دي كنت لازم اترجمها ما ترجمتهاش، او السجل ده انا ما جبتهوش. نقعد نفتح على الترابيزه زي ما بيحصل دلوقتي في الاجتماعات اللي ابتدت النهارده ومكمله بكره، نفتح على الترابيزه الموضوع. لنشوفوا بقى الجرايد البريطاني بتعمل فينا ايه. التايمز البريطانيه النهارده افتتاحيتها كان عنوانها ايه؟ استبداد في القاهره، مقتل جوليو ريجيني يشير للعفن اللي بينخر في الدوله المصريه. نهاركو اسود. بتقول المسؤولين المصريين وصلوا روما على امل ان هم يهدوا الطليانه ويهدوا عيلة ريجيني، بس مهمتهم هتكون صعبة لأن المحققين الإيطاليين اللي درسوا الأدلة المروعة حسب كلامهم على التعذيب على جثة ريجيني اكتشفوا أن الأجهزة الأمنية المصرية مسؤولة، وأن الرئيس السيسي تعهد لإيطاليا أن هو يكشف الحقيقة، لكن القاهرة ما قدمتش أي حاجة غير تشويش. وبيقولوا أن ظهر تفسير محتمل في رسالة بعثت بالبريد الإلكتروني من طرف مجهول لصحيفة إيطالية. شوفوا بقى، يعني رسالة مجهولة لطرف من طرف مجهول لجريدة إيطالية بيزعم أن السيسي شارك شخصيا في اجتماع قرروا فيه كيفية ومكان إلقاء الجثة. يعني ده كلام ما يطلعش من جورنال تحت السلم في قرية في جمهوريات الموز. وجمهوريات الموز بيسألوا عنها عن جمهوريات الموز، ما يطلعش من صحيفة زي التايمز. كنا فاكرينها، كنت أنا شخصيا في فترة من الفترات فاكرها صحيفة مش هقول محترمة ومش محترمة، كنت هقول إنها صحيفة على الأقل عندها نوع من أنواع المهنية. فقال بيقول لك ده أصل السيسي حضر اجتماع، وفي الاجتماع ده قال لهم بصوا بقى، هو قال لهم أو هم قالوا إحنا الواد بقى ناخده نعذبه بالطريقة الفلانية وبعدين نرميه عند الحته بتاعت حازم حسن في الطريق الصحراوي. يعني حاجه مزعجه هذا المستوى المتدني اللي بتوصله الصحافه البريطانيه. اللي بتقول تايمز برضو ان المسؤولين في القاهره وروما هونوا من اهميه الرساله، لكن الاعتقاد السائد في ايطاليا ان في عمليه تستر وتضليل عقبت قتل ريجيني. التايمز قالت اذا كان قتل ريجيني حاله فريده من نوعها نظام السيسي ممكن يتجاوزها، لكن من ساعه ما السيسي وصل للسلطه بانقلاب فهو اقر حمله لا هواد فيها على اعداء الدوله سواء كانوا حقيقيين او خياليين، فخلق مزيد من الاعداء بص بقى بين الاخوان، وضيع بريء السيسي من عينين الطبقة المتوسطة اللي كانت بتؤيده. الطبقة المتوسطة بتوع التايمز اللي عايز أقوله لهم زعلانين فعلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا قاعد متابع على الفيسبوك زعلانين، زعلانين إن هم بيشوفوا ناس القضاء يفرج عنهم، زعلانين إن هم شايفين ناس من ضمنهم مش عايز أقول أسامي. النهاردة الناس زعلانة على فيسبوك قد كده، انتوا ازاي بتفرجوا عن صفوة عبد الغني؟ انتوا ازاي بتعينوا ابو سمرة في المحافظة في اسكندرية؟ انتوا ازاي بتعملوا كذا؟ ده اللي الطبقة الوسطى زعلانة منه وقاعدة النهاردة، انا شايفه على الاقل النهاردة وامبارح على الفيسبوك واول امبارح، الناس بتقول ازاي ده؟ طب ما انتوا ما ترجعوا مرسي بقى، ده اللي الناس بتقوله. ولكن من الواضح انه يعني الطبيعي جدا اذا كان الرئيس السيسي او النظام او غيره عايز يعني الناس الطبقه الوسطى ما تزعلش يتدخل في القضاء. يلا
وما نفركش عن فلان عشان خاطر مفيش أدلة ثبوت، أو ما نفركش عن علان عشان خاطر قضى فترة الحبس الاحتياطي أو. لكن النهاردة بنقول أصل هو بيشارك في الراديو يقول لهم ارموا الواد على قارعة الطريق في الصحراوي، كلام من النوع التافه. وتايمز بتقول يا إما السيسي طاغية أو الأجهزة الأمنية بدأت تخرج عن سيطرته، والحالتين بيضيعوا الثقة في وعوده باستعادة الاستقرار والنمو في مصر. عملية بناء الفكرة شغالة بشكل ممنهج جوه وبره مصر، وانا الحقيقة برضو مش فاهم ازاي الدولة مش واخدة بالها منها، ولا واخدة بالها بدون رد فعل قوي وواضح وكافي. التايمز البريطانية وشركتها البي بي سي البريطانية اللي خدت المقالة دي وراحت نشرها زي ما هم، عمالين يبخوا سواد انجليزي بدل ما يروحوا يركزوا على العفن الحقيقي بقى، ويشوفوا فيه كم واحد بريطاني متورط في وثائق بنما، وأولهم والد ديفيد كاميرون وشخصيات بريطانية وأوروبية. ولا القصة دي مش مهمة، ولا التهرب من الضرائب في انجلترا مش بيشغل بال البريطانيين، ولا رعاية الإرهاب وحمايته مخلية البريطانيين مش فاضيين لأي حاجة تانية. مش هنسى كلمة البي بي سي باللغة العربية وقت حرب 73، وكان تعليق على ان العالم العربي قطع البترول عن الغرب، فخرج صوت رخيم لمذيع المفروض انه عربي بيقرا تعليق قال فليحترقوا في نفطهم. منهم لله اللي قالوا لنا واحنا عيال البي بي سي محايده. يعني البي بي سي لما قالت ده سنه 73، ومش عارف ضمير هذا الرجل اللي معرفش اسمه ومعرفش اذا كان عايش ولا ميت، اللي طلع قال على العرب كلهم فليحترقوا بنفطهم، ايه اللي يخلينا نقول ان البي بي سي النهارده هتغير من هذا النهج؟ اذا كانت شايفه سنه 73 اننا فلنحترق بنفطنا، فهي النهارده شايفه اننا فلنحترق باي طريقه هم ممكن يخلقوها لنا، وبكل وسيلة يحاولوا يعملوها، سواء كانت بقى بي بي سي أو كانت تايمز أو 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 الحاجات اللي بتدور دي. وعلى سيرة تسريبات بنما اللي انتوا حضراتكم عارفينها أو سمعتوا عنها، 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها للصحافة متورط فيها شخصيات مهمة من 72 دولة. النهاردة بنما عملت لجنة دولية عشان تعزز الشفافية في نشاط الشركات المالية. رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا بيقول بنما هتتعاون مع الدول التانية في تحقيقاتها، والحكومة البنمية هتشكل لجنة دولية من الخبراء. عايز اقول لحضراتكم في الوقت فيه اللي امريكا عمالة بتتكلم، طبعا روسيا ردت على الموضوع بتاع بنما قالت لك هما فين الامريكان في الموضوع، هما الامريكان ملايكة ما بيتهربوش من الضرائب، مرمي شوية اسامي كده في النص بتاعت ناس ملهاش لازمة من الامريكان عشان خاطر يعني حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. لكن بتتضح قوي ان العملية موجهة تجاه ناس معينة، على فكرة مش احنا، يعني مش بقول الكلام ده اقول شفتوا ده هما بيعملوا كده، زي ما حد طلع قال لك ده هما بيعملوا كده عشان يفسدوا زيارة الملك سلمان. احنا بعاد عن هذا الموضوع، حتى لو كان في شخصيات مصرية وعربية متورطة في هذا الموضوع. لكن امريكا نفسها في بعض ولاياتها بتخلق ما يسمى بالسويسرا الجديدة. يعني ايه؟ سويسرا دي كانت معروفة طول عمرها انها فيها بنوك بحسابات سرية محدش يقدر يقول ده ايه ولا حد يقدر يهاوم ناحيتها. النهاردة امريكا نقت 3-4 ولايات عشان خاطر يكونوا سويسرا الجديدة اللي فيهم مثل هذا النوع من الحسابات السرية. قال لك الله، ما بدل ما الناس بتتهرب من الضرائب وتروح تحط فلوسها بره، طب ما تتهرب من الضرائب وتحط فلوسها جوه. حاجة كده شبه ان ايه، يعني اننا ندخل تجارة المخدرات جوه المنظومة القانونية. المهم الشركة البنمية اللي اسمها موساك فونسيكا اللي هي صاحبة الوثائق بتقول ان هي كانت ضحية لاختراق الكتروني،
وان التسريب اصلا ما كانش عمل داخلي من جوه الشركه، انما الشركه حصل لها اختراق في اجهزه الكمبيوتر بتاعتها، والكلام ده كان جاي لها من بره بنما. بس رئيس وزراء ايسلندا جونالكسون قدم استقالته بعد ما التسريبات قالت ان هو بيمتلك هو ومراته شركه مسجله في الخارج، وده كلام ما كانش اعلن عنه لما كان تم انتخابه عضو في البرلمان. السادة الافاضل في التايمز البريطانيه وفي البي بي سي، عايزين تعرفوا العفن فين بالظبط وفي اخلاق مين بالظبط؟ شفتوا استطلاع الراي بتاع مواطني الاتحاد الاوروبي، استطلاع راي عملته نيورو نيوز للاوروبيين، سالتهم هل كنت ستقبل باللجوء لشركات الاوفشور عشان ما تدفعش الضرايب في بلدك، يعني يروح حط حسابه بره لو انت عندك فلوس تروح تحطها بره في شركه بره بلدك عشان ما تدفعش ضرايب؟ 68% من الاوروبيين قالوا ايوه اقبل، و 32% بس قالوا لا 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 عيب ما يصحش. يا ترى ده كفايه ولا ايه؟ طيب بمناسبه التسريبات، واضح ان التسريبات كانت موضه عندنا هنا في مصر وخلصت، وبقت التسريبات موجوده بره. في تسريب كبير قوي بيحصل في تركيا زي التسريب بتاع بنما، لكن المره دي حصل تسريب لبيانات المواطنين الاتراك. واليورو نيوز بتقول وزاره العدل التركيه فتحت تحقيق خلاص في قضيه تسريب قاعده بيانات على الانترنت، بيانات شخصيه ل 50 مليون مواطن تركي من المكتب التركي للسكان. طبعا رئيس الوزراء داوود اوغلو قال الجرائم القرصنه دي مش بتهددنا احنا بس، دي بتهدد العالم كله، وحمايه البيانات الشخصيه ده موضوع مهم جدا، والناس طبعا متوقعه ان الدوله تعمل كده، وبيانات المواطن العادي مهمه جدا وما تقلش اهميه عن بيانات الشخصيه كرئيس وزراء. طبعا ده في اللي جاي يا اغلى، لان البيانات سربت خلاص يا بابا، ففي اللي جاي ابقى قول اللي انت عايزه. حاجه احب اقف قدامها هي ان في مجموعه من ايسلندا متخصصه في نشر التسريبات هي اللي تبنت عمليه القرصنه على بيانات الاتراك. السبب اللي قالته هو ان المواقف والايديولوجيات بتاعه تركيا هي اللي خلتها تعمل كده. مش عارف ليه حاسس ان في ارتباط بين الوثائق بتاعت بنما واستقاله رئيس وزراء ايسلندا وبين التسريب التركي، لكن الميه تكذب الغطاس وهنعرف ايه اللي ليه صله بايه. بس الاذاعه الاسرائيلي النهارده قالت ان في لقاء بين وفد اسرائيلي ووفد تركي في اوروبا عشان يوصلوا لاتفاق بتاع تطبيع العلاقات بين اسرائيل وتركيا. بس الاذاعه الاسرائيلي ما قالتش الاجتماع ده فين بالظبط في اوروبا، لكن قالت المفاوضات شغاله اصلا بقالها شهور. عايز افكركم ان العلاقات بين تركيا واسرائيل كانت ابتدت ترجع بشكل سري، وكانت الصحيفه الاسرائيليه يديعوت احرونوت كانت قالت ان رئيس الموساد اللي هو يوسي كوهان التقى في السر كده في سويسرا في ديسمبر اللي فات مع مدير عام وزاره الخارجيه التركيه، واللقاء شارك فيه مبعوث نتنياهو اللي هو اسمه يوسي شحنوبر او شحيبر حاجه كده يعني، وكان معاه عدد من الشخصيات التركيه. رئيس الموساد وقع مذكره تفاهم فيها بنود زي ان اسرائيل هتدفع تعويضات للمصابين اللي كانوا في المركب التركي مرمره اللي كانت رايحه غزه، وفي المقابل تركيا هتوقف كل الدعوات القضائيه اللي رفعتها ضد اسرائيل. لكن برضه صحيفه معارف الاسرائيليه بتقول تركيا طلبت انها تشتري من اسرائيل اسلحه وقطع غيار طيارات. وزير الدفاع التركي بعت مبعوث خاص لتل ابيب عشان يستأنفوا صفقات السلاح بين تركيا واسرائيل زي الطيارات بدون طيار وقطع غيار الطيارات الاف 16 الامريكاني، واسرائيل لحد دلوقتي ما ردتش وقالت لما نوصل لاتفاق نهائي للتطبيع نبقى نتكلم في موضوع نديكم سلاح ولا ما نديكمش سلاح.
ده خليفة المسلمين إردو العظيم، وفي حالة التطبيع ورايح ينفع إسرائيل ويشتري منها السلاح. برضو عايز أفكركم برسالة إردو اللي كان كتبها في خط إيده للرئيس الإسرائيلي، وعبر له فيها عن أسفه الشديد إن في 3 سياح إسرائيليين اتقتلوا في الهجوم اللي حصل في اسطنبول الشهر اللي فات، وكتب أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الإسرائيليين. تركيا بتناور طول الوقت، بإسرائيل بتناور، مع العرب بتناور، معانا بتناور. ورويترز نقلت عن إردو إن تركيا مش هتكمل اتفاق استعادة المهاجرين من أوروبا لو الاتحاد الأوروبي ما التزمش بتعهداته، وقال في شروط محددة لو الاتحاد الأوروبي ما خدش الخطوات الضرورية وفى بالتزاماته تركيا مش هتطبق الاتفاقات. قصده إيه؟ لو الاتحاد الأوروبي ما كيش تركيا، ما ادهاش المساعدات المالية 3 مليار يورو وأكتر اللي هو عايزهم، ولغى التأشيرات اللي مفروضة على الأتراك لدخول أوروبا. طيب ده السيد إردو وما يفعله. يا ترى العلاقات المصرية التركية في ظل زيارة جلالة الملك سلمان لمصر شكلها إيه وهيبقى شكلها إيه؟ الدنيا في الشرق الأوسط كله على بعضه في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج شكلها إيه وهيبقى شكلها إيه؟ هنحاول نعرف إجابات على أسئلة كتير جدا، إجابات سياسية، إجابات عسكرية، إجابات في العلاقات، إجابات اقتصادية، إجابات استثمارية، ملفات كتير جدا هنفتحها في الفقرة الجاية. نلقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مش محتاج ان انا اكرر اللي انا قلته من بداية البرنامج عن اهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز لمصر، وفي هذا التوقيت على وجه الخصوص، وازاي العالم كله بينظر وبيحلل، ولماذا الزيارة في هذا التوقيت، وما هي الرسالة، وازاي زي ما قالت روسيا اليوم اخرست هذه الزيارة ألسنة كثيرة تتحدث عن العلاقات السعودية المصرية أو المصرية السعودية، إنها تواجه مشكلات وكل ما قيل هنا وهناك، وأيضا كل ما حدث من يعني أقاويل إعلامية في الفترة الأخيرة اللي أنا شخصيا على الهواء أكثر من مرة عربت عن استيائي إنها ظهرت سواء عندنا هنا في مصر أو في المملكة، لأن احنا فعلا ما كناش محتاجين ده.
ولا محتاجين اننا نمر في ده، لاننا بنمر جميعا بازمه كبيره جدا في المنطقه، ومحتاجين اننا كنا نبقى واقفين وقفه هدوء. الكل يحاول ان هو يشارك في انه يقدم صوره افضل لحلول للمستقبل. ولكن عموما كل اللي فات ده ورا ظهرنا. النهارده احنا قدام حدث مهم جدا، شايفين ابتسامات مش بروتوكوليه موجوده في الاستقبال الذي يقيم لجلاله الملك، مستشعرين ان اللي بيحصل بيحصل من القلب، واللي بيحصل هو يعني لضمان حقوق الشعوب ورفاهية الشعوب. خلينا نحاول نستطلع ونعرف الملفات المطروحة. برحب بضيفي الكريمين، الأستاذ سعود الرئيس، رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية والخليج. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. والكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا سعود. يعني خلينا نبتدي على طول أستاذ سعود، يعني نقول أن هذه الزيارة في هذا التوقيت، روسيا اليوم بتقول أخرست الألسنة، كلمني عن ماذا كانت الألسنة تحاول أن تصل إليه، مش مهم ما قالت إيه، بس كانوا بيحاولوا يوصلوا لإيه في هذه العلاقات اللي طول عمرها متينة. نعم، تحية لكل المشاهدين الكرام والضيف الكريم أيضا. بطبيعة الحال كانت الآلة الإعلامية الحقيقة المضادة، دعنا نقول، تسعى لإظهار أن هناك خلاف شرخ كبير في العلاقة بين مصر والسعودية. حتى إلى قبل فترة بسيطة كان هناك تشكيك بالزيارة، أن يقوم خادم الحرمين الشريفين بزيارة مصر. كانت لا شك أنه على أي أساس يعني تعلن الزيارة من فترة ويكون هناك تشكيك بأن الزيارة ستتم، والإعلان كان من الديوان الملكي السعودي ومن وزارة الخارجية السعودية، على أي أساس التشكيك؟ طبعا هم بنوا، دعنا نقول أمانيهم تلك، بنوها على عطفا على المواقف التي اتخذت حيال عدد من الملفات. نتحدث هنا عن الملف في اليمن، الملف السوري أيضا، وكان الموقف الأخير تقريبا هو الذي أعطى تلك الآلة الإعلامية جرعة إضافية. لكن الزعيمين هنا الحقيقة برهنوا أنه هم أسمى من هذه الأمور التي قد تسيء لعلاقة تاريخية تجمع بين مصر والسعودية، ولمصير اليوم أصبح مشترك. نحن نعيش في منطقة مشتعلة، وبالتالي كان لابد من إظهار هذا حجم الترابط وحجم التنسيق بين البلدين. بطبيعة الحال أنا شخصيا لا يمكنني اختزال الزيارة فقط في عملية الرد على الآلة الإعلامية طبعا. فهذا طبعا من الظن طبعا. أنه الزيارة تحمل العديد من الرسائل، ليست فقط للرد على إيران، هناك تنسيق مقابل التهديدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. نحن اليوم أمام التمدد الفارسي، وهذا أمر واضح، واليوم صدر البيان الخارجية المصرية أيضا، كان بيان واضح، حتى لغته اليوم كانت لغته تتحدث بالنفس العروبي المعروف عن مصر، كانت تتحدث عن تدخل الإيراني في الشأن العربي، وكانت لافتة هذه الجملة، استوقفتني كثيرا الحقيقة. أيضا هناك أطماع لدول عظمى في المنطقة أصبحت مهدد الحقيقة لاستقرار المنطقة، الأنظمة العربية مثل ما نرى بعضها تم إسقاطه والبعض الآخر لا زال. فبالتالي اليوم مصر ليست دولة صغيرة أو دولة يستهان بها، مصر دولة رئيسة في العالم العربي، دولة العمود الفقري كانت ولا زالت. الكثيرين، أنا اليوم حتى كنت على برنامج كان في البي بي سي، كانوا يتحدثوا يعني يسعون لإيجاد أي سبب لخلق تشويه صورة العلاقة بين مصر والمملكة. يعني اليوم كان يتحدث أحدهم بأن هناك السعودية تسعى لريادة العالم العربي والقيام بدور مصر التاريخي. طبعا المسألة لا تقاس بالشكل هذا، تجاوزنا هذه المرحلة اليوم إلى تنسيق فعلي لأمن الشعوب ولأمن المنطقة التي نشهد اليوم إلى أين آلت بها الأمور. نعم أستاذ محمود، يعني فعلا كلمة زعامة العالم العربي دي كلمة بتؤرق ناس كتير جدا وبيقعدوا يتكلموا عنها،
وكأن احنا بنتكلم على فرقة كورة بكابتن الفريق وهيبقى واحد بس اللي عامل الدور ده. يعني ايه اللي ودانا في الاتجاه ده؟ هل دي كانت دسيسة ولا هو فعلا احساس انه لازم يكون في دولة قائدة ورائدة؟ في حين احنا بنتفرج مثلا على اوروبا، المانيا عندها دور وفرنسا عندها دور وبريطانيا عندها دور، اشمعنى احنا اللي عايزين يبقى واحد بس هو اللي يقود العالم العربي؟ يعني انا اعتقد ان احنا العالم العربي لم يعد لديه رفاهيه المسميات، يعني اطلاق المسميات من الزعيم ومن الشقيقه الكبرى ومن الشقيقه الصغرى، لان احنا في ازمه كبيره اعتقد ان هي قد تكون هي الاكبر في تاريخ المنطقه العربيه، اللي تستدعي ان كل الناس تتلاحم بعيدا عن الصيغه او الصفه او غير ذلك او الدور، لان انت دلوقتي في يعني زي ما نقول كده في طريق الدفاع، فاللي زي ما انت عارف حتى في الكوره اللي بيدافع ده ما بيبقاش مرتب قوي عكس اللي بيهاجم بيدور على طريقه يفرح بيها بالجون او يعبر بيها عن فرحته بالجون. لكن لا، احنا في ازمه حقيقيه، المنطقه مهدده بشكل كبير، عندنا اطماع ما بين إيرانية وتركيا في المنطقة، عندنا في نوع من التراجع الأمريكي أو الخزلان الأمريكي للمنطقة أو على الأقل لدول الخليج في الفترة اللي فاتت، وشفنا ترامب وتصريحاته العنيفة ضد السعودية، وبالتالي التصور يعني لمستقبل المنطقة بدون تحالف مصر والسعودية هو تصور مخيف. يعني لو لا قدر الله والسعودية ومصر ما تحالفوش فالامر هيبقى صعب جدا. وانا دايما اقول ان العلاقه بين الشعبين كانت علاقه لحد فتره قريبه هي كانت علاقه عاطفيه بالدرجه الاولى، احنا نشانا نحب السعوديين والسعوديين نشأوا يحبوا مصر والامور ماشيه من زمان، لكن في السنوات الاخيره تحولت الى علاقه وعي، يعني بمعنى اصح الناس بالاضافه للعاطفه بقت خلاص الناس بقى عندها ادراك تام ان اي تهديد للسعودية هو تهديد لمصر بالضرورة، تهديد موازي، واي تهديد لمصر هو تهديد للسعودية بالضرورة، وانه لا مستقبل لهذه المنطقة اذا حدث ضرر لاي دولتين او اي دولة تانية في الامم العربية، لكن اذا لم يحدث تحالف بين مصر والسعودية ففي ضرر في المنطقة. طيب انا معايا عبر الهاتف سعادة الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي، هذا الرجل المتهم بأنه في حب مصر مريض. أهلا وسهلا. مرحبا أسامة، إزاي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ وحشنا جدا. تسلم الله خيرك وتحياتي لضيوفك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك شيخ صالح. يعني عايزك حضرتك تحدثنا عن، يعني إحنا متوقعين أن يوم السبت يكون يوم ناجح إن شاء الله في لقاءات مجلس الأعمال المصري السعودي، ولكن هناك أنباء تتواتر أنه سوف يكون أكثر نجاحا مما نتوقع. والله يعني زيارة الملك سلمان لمصر هي زيارة تاريخية تتوج العلاقات المصرية السعودية الأزلية، ويوم السبت هناك منتدى تقيم وزارة التجارة السعودية والمصرية للاستثمار السعودي المصري، وكما ذكرتم في بعض الحلقات أو الأخبار عن حجم الاستثمار السعودي، أنا أعتقد حجم الاستثمار السعودي في مصر هو الأكبر بين كل الاستثمارات، وأيضا هناك استثمارات مصرية في السعودية أعتقد أنها هي الأكبر في الاستثمارات المصرية خارج مصر. العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية علاقات مميزة سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى صندوق الاستثمارات العامة الحكومي السعودي، ولكن العلاقات إلا بين مصر والسعودية هي أكبر من الاقتصاد، فهي علاقة أزلية بدأت من أيام سيدنا إبراهيم وستنا هاجر عندما أخذها وهي مصرية إلى مكة المكرمة وتركها وترك ذرية منها سيدنا إسماعيل في مكة. بدأت هذه العلاقة منذ تلك الأيام، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالبلدين في سورة واحدة، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. فأنا أعتقد أنه العلاقات بين البلدين علاقات
أزلية ودائمة، وعلاقات المصاهرة بين الشعبين السعودي والمصري هي الأكثر بين أي شعبين عربيين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. وهو بدأ من أيام ستنا هاجر وستنا ماريا. فأي إنسان يحاول أن يؤثر في هذه العلاقة سلبا هو خائب. وتأتي زيارة الملك سلمان اليوم لمصر لتتوج هذه العلاقات، ولتقول لكل من يقول أن العلاقات بين السعودية ومصر فيها نوع من التوتر: موتوا بغيظكم. شيخ صالح، مش عايز أقحمك في عالم السياسة، ولكن برضو ما فيش مانع أن احنا كده برضو ننظر إلى الموضوع سياسيا. زيارة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر تحظى باهتمام كبير جدا في الصحافة العالمية والإعلام العالمي، وذلك دليل على أشياء محددة ومعينة، مع أنها ليست الزيارة الأولى لمصر ولكنها الزيارة الأولى للقاهرة بصفته خادم للحرمين الشريفين. لماذا اهتم العالم بهذه الزيارة على وجه الخصوص في هذا التوقيت؟ لأنه أعتقد أنه ملك دولة يزور دولة أخرى لمدة 5 أيام، هذه فيها إشارة إلى عمق العلاقات، وإلى أنه مصير البلدين واحد ولا يمكن لأحد أن. وجاءت هذه الزيارة لتزيل أي التباس حصل عند أي من الناس أن هناك توتر بين السعودية ومصر. وكثير من الألسن خرست الآن، لأن عندما تولى الملك سلمان تقول أن العلاقات مع مصر ستتغير. ها هي بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة الزعيمين تتدعم أكثر وأكثر. فلهذا الاهتمام العالمي بهذه الزيارة. طيب، عندي نقطة برضو تتعلق بالشؤون الاقتصادية بعد إذنك، هي أن هيكون في جلسات تدور حول العوائق الاستثمار في مصر وكيفية التغلب عليها بالنسبة للمستثمر السعودي. فما اللي هو في رأيك اللي هتتم من خطوات، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار في مصر؟ أخ أسامة، أنا يعني بصفتي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي أشهد شهادة لله أنه منذ 30 يونيو، ونجد من الجهات السيادية بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل دعم، وحلينا أكثر من 70% من مشاكل الاستثمار السعودي اللي نشأ أغلبها بعد 2011 عندما بدأت الثورة وتعطلت أمور كثيرة. فما لا توجد عقبات. أما موضوع الدولار، فأنا أعتقد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها محافظ البنك المركزي هي إجراءات سليمة، وليتها اتخذت منذ 2 سنين. ما كان احتياطي مصر تسرب، وكان كل واحد يتحمل رغباته. ليش مصر تتحمل تمويل سلع كمالية ورفاهية وأدير الدولار بالسعر الرسمي؟ ليس عيب أن ينخفض سعر الجنيه. كثير من الدول المصدرة تفرح عندما ينخفض، لكن يجب أن تكون مصدرة. أتمنى أن مصر يزداد فيها التصدير، وأتمنى أن المواطن المصري يقبل على البضاعة المصرية ولا دائما يهتم بالحصول على البضاعة الأجنبية. أنا كتبت مرة في جريدة الأخبار أنه حتى الشيبس للأسف بعض السيدات المصريات قابلتهم في سوبر ماركت يدوروا الشيبس المستورد، بينما نحن السعودية عندنا كثير أنواع شيبس، ولما نيجي مصر ندور على الشيبس المصري. فاتقوا الله وشجعوا المنتجات المصرية عشان نقدر نخفف من أزمة الدولار، لأنه البلد بتستورد بأكثر من 80 مليار دولار
وما تصدر غير بحوالي 20 ولا 25 مليار دولار. هذا وضع ما يمكن الاستمرار فيه، ويجب أن نتعاون جميعا. لكن القرار اللي صدره محافظ البنك المركزي قبل أيام أعتقد أنه قرار حكيم، وليته صدر منذ سنة ونص أو سنتين. شيخ صالح يعني بشكرك، ونتمنى نشوفك قريبا للمرة الأولى في استوديو القاهرة 360 قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا أخو سالم. شكرا لحضرتك. بشكر الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري. هل في تعليق من حضراتكم على كلام الشيخ صالح؟ طبعا الشيخ صالح تحدث بما يجول بخاطرنا في هذا الجانب. طبعا انا يعني هناك نظرة تفاؤل الحقيقة في ما تتضمنه الزيارة من مشاريع وعقود وبروتوكولات للتوقيع عليها، قد ستضخ في شريان الاقتصاد المصري تقريبا يعني مبالغ قد تكون، نأمل ان شاء الله ان تكون يعني كداعم للمرحلة المقبلة ان شاء الله. استاذ محمود، لا يعني الكلام الاقتصادي اللي قاله الشيخ صالح طبعا كلام مهم، وفعلا مشاكل البلد مش تحل الا لو زاد التصدير او ضاقت الفجوه بين الاستيراد والتصدير. وكلامه عن الدولار ايضا، الازمه الكبيره اللي موجوده في الدولار اللي البنك المركزي اتخذ فيها بعض الاجراءات اعتقد. لكن الاهم واللي ممكن نعتبره دليل هو شهادته، وده راجل يعني اقتصادي كبير، ان كل الامور او ان كل الجهات السياديه او الرئيس السيسي مد الجهات بتسهيل وتيسير اعمال المستثمرين في الفتره الحاليه. طبعا في مجلس التنسيق ايضا واضح الدور الكبير اللي جالس يؤديه الان، اللي هو عقد تقريبا حول 5 اجتماعات تقريبا. نعم. كان برئاسه الامير محمد بن سلمان ودوله رئيس الوزراء. انا اعتقد انه ايضا المجلس هذا يعني ساهم كثيرا خلال المرحلة الماضية في وضع الخطط التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين السعودية ومصر في العديد من المجالات. هناك تقريبا نحو 6 مجالات يعمل عليها المجلس، والنتائج يعني إحدى نتائج هذه الزيارة، إحدى نتائج اجتماعات المجلس والتنسيق له كانت هذه الزيارة بهذه الضخامة التي يعني لو جلست حضرتك كده النهاردة يعني تكتب افتتاحية الصحيفة هتعنونها ازاي؟ يعني ممكن انا اقول انه انا بشوفها من الناحية المصرية، بشوف مصر تشع مجددا يعني يمكن هي تكون بالعنوان هذا. انا لانه تعودنا ان تكون حقيقة مصر مشعة وحاضرة دائما، بعيدا عن المزايدين وبعيدا عن دعنا نقول الإعلام المنافق الذي سعى لشرخ هذه العلاقة. فأنا أشعر بالسعادة طبعا مثلي الشعب السعودي والشعب المصري. أنا منذ البداية كنت أود أن أتقدم بالشكر لكم على الاستضافة الكريمة هذه، شرفنا طبعا، والشكر أيضا للشعب المصري على ما لقيناه من حفاوة. للأمانة ما شعرنا للحظة أنه إحنا في بلد ثاني، شعرنا أنه في بلد. فهذه هي الروح التي نبحث عنها، هذه هي العلاقة التي نبحث عنها، بعيدا عن ما نسمعه أو نراه من مهاترات أو من إعلام يسعى لبث الفرقة بين الشعبين. منشط الوطن بكرة بيقول إيه؟ منشط الوطن بكرة قمة الرسائل الواضحة. قمة الرسائل الواضحة، إيه هي الرسائل الواضحة؟ الرسائل الواضحة أن العلاقة بين مصر والسعودية لا تقبل العبث، لا تقبل التشكيك فيها. الرسائل الواضحة ان انا بعتبر ان هذه القمة هي قمة عربية مصغرة، تقدر تقول ان هي قمة عربية مصغرة. مش مبالغة شوية او انتقاص من حق باقي البلدان لا العربية؟ بالعكس، يعني انت لما بتتكلم على تأثير السعودية وبتتكلم على تأثير مصر، وانا بقول لك احنا مش في وضع ان احنا نقول مين بيعمل ايه، لكن لما بتتكلم عن تأثير السعودية وتأثير مصر في المنطقة ذاتا بعد مرحلة الانهيارات الكبرى، سواء اللي لحقت بالعراق بسوريا ليبيا، يعني فلازم تقول ان السعودية ومصر هما الرقم الصعب في المعادلة العربية. ورأي ان يعني ممكن الناس معولة كتير على زيارة الملك نظرا للتشكيكات الكبيرة، لكن انا لما برجع بالتاريخ لورا بتلاقي ان ما تقدرش تقول ان كان في مشكلة حقيقية.
يعني مثلا على سبيل المثال، هو انا الرئيس السيسي زار السعوديه اكثر من مره خلال عهد الملك سلمان، 7 مرات تقريبا. ولو الرئيس السيسي اكيد لو عنده اي احساس ان في او اي مشاعر ان ما فيش يعني علاقه كويسه او تمام، اكيد مش هيسعى لذلك. الامر الثاني، احنا شفنا تقريبا معظم قاده السعوديه جم مصر الفتره اللي فاتت، شفنا المجلس التنسيقي بيجتمع بشكل فعال، شفنا مشاركه مصر في التحالف الاسلامي اللي دعت في السعوديه، شفنا التنسيق العربي في القوى العربيه المشتركه. بما اننا شفنا كل ده، لماذا هذه الزياره هي زياره الرسائل الواضحه، مع ان الرسائل كانت واضحه على مدار السنه؟ كانت واضحه بس البعض، احنا امام ناس بالنسبه لنا ممكن على الاقل امام فصيل مصر ان هو يعني يمشي حسب اهوائه ويختلق، هو ما وروش حاجه غير ان هو يختلق الاقاويل والحكايات على مصر وعلى السعوديه. يعني يستحيل ان الملك سلمان الذي شارك متطوعا في الجيش المصري في العدوان الثلاثي 56، الراجل النهارده اللي عامل تويتر بيقول انا لمصر مكانه خاصه في نفسي. لما جينا حصل قناه السويس بدا يوجه ان السفن السعوديه يعني تسير من قناه السويس اللي كانوا من زياده الدخل، شفنا حل مشكله او ان في حصل اتفاق على ان المواد البتروليه لمده 5 سنوات السعوديه، شفنا حاجات كتيره لو احنا عايزين نشوف. شفنا لما حصلت ازمه السياحه بدا يوجه ان يحصل تنشيط للسياحه السعوديه في شرم الشيخ ومناطق السعوديه، ده كله يديلك رسائل. وبعدين زي ما بقول لك، احنا بعيدا عن التاريخ والحب وكل حاجه، مصلحه مصر في علاقتها القويه بالسعوديه ومصلحه السعوديه في علاقتها القويه بمصر، بالذات زي ما بقول لك في تراجع امريكي، احنا شايفين تصريحات ترامب، شايفين الموقف الامريكي اللي ما كانش حد يتخيله مع ايران، شايفين الاطماع الايرانيه، ايران بتلعب في 4 دول عربيه بشكل كبير. فما يعني من سيواجه كل هذا؟ ما كانتش مصر والسعودية، من سيواجه بقى؟ حقيقي. هتوقف مع فاصل قصير ونرجع نستكمل هذا الحوار ونضيف عليه المزيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينضم لهذا الحوار الأستاذ سلمان الأنصاري، مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأمريكية. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ سلمان، حياك الله. ومرة أخرى أرحب بالأستاذ سعود الرئيس، رئيس تحرير جريدة الحياة في السعودية والخليج. أهلا بحضرتك. والكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن. أستاذ سلمان، يعني كنا نتحدث عن أهمية طبعا هذه الزيارة، وهي غير خافية ولا على مشاهدينا ولا على محدثينا، وفي هذا التوقيت على وجه الخصوص، وتحدثنا عن أنها أخرست الكثير من الألسنة التي كانت تدق إسفين بين المملكة ومصر في الفترة الماضية. ولكن ذكر الأستاذ محمود أن فتور العلاقات الأمريكية العربية بشكل عام في الفترة الأخيرة، وحالة من حالات الإحباط من الجانب العربي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هل الولايات المتحدة الأمريكية تناور في هذه العلاقات؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة يعني غير سعيدة بالتقارب المصري السعودي الذي تجلى اليوم؟ جميل. أول شيء الله يعطيك العافية أستاذ أسامة، وأهلا وسهلا في ضيفك الكرام الأستاذ محمود والأستاذ سعود. طبعا علينا أن لا نفرط في التشاؤم فيما يتعلق في ابتعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن منطقة الشرق الأوسط. فالدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتماشى بأي حال من الأحوال مع سياسة الإدارة الحالية، سواء طبعا من الشق التشريعي اللي هو الكونغرس وبجميع أطيافه، وأيضا بالأطياف الكثير من الأطياف الديمقراطية في الفترة الحالية. طبعا هنالك أصلا يعني سوء فهم فيما يتعلق في آلية عمل النسيج السياسي الأمريكي. هنالك طبعا اللي هي الحكومة الموازية، اللي هي البارالل جوفرمنت. هذه الحكومة الموازية دائما يتم عملها من قبل الشركات وشركات الأسلحة وشركات الداعمة للوبيات في الإعلام وما إلى ذلك، وهؤلاء دائما ما تكون لديهم المصالح الاقتصادية تعتبر هي الأولوية الأولى. فلهذا هم دائما ما يسوقون فكرة أنه إيران هي دولة 500 مليار دولار، اللي هي حجم السوق اللي ممكن يستخدموه من خلال الريتيل ماركت اللي هو السوق الانفراد وما ذلك. هذا تسبب بشكل كبير إلى نوع من الفجوة أو إلى نوع من الجفاف في العلاقة إلى حد ما العربية الأمريكية، خصوصا مع الإدارة الحالية. ولكن الدولة العميقة في الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل ووافي فيما يتعلق في أمن المنطقة، حتى لو كان هنالك تجاذبات فيما يتعلق في الملف الإيراني. أنا شخصيا صراحة متأكد بشكل كبير بأنه هنالك ما ترسمه الولايات المتحدة من الخطط الكافية لكبح جماح إيران. أنا لست هنا أدافع عن السياسة الأمريكية بشكل عام، ولكن هنالك نوع من المبالغة في الإعلام العربي فيما يتعلق في التقارب الأمريكي الإيراني، والتقارب أمريكي إيراني، أو في نفس الوقت التباعد الأمريكي عن منطقة الشرق الأوسط بشكل جميل. عام جميل. هو ليس بالضرورة عن الشرق الأوسط بالتحديد. ليش؟ لأن هنالك كثير من الدول تقلق نفس القلق الموجود لدى الدول العربية، مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية. اليابان يعني تعاني بشكل كبير حتى من التجربة الخليجية، بمعنى اليابان بنفسهم والنسيج السياسي الياباني دائما ما يتطرق لملف دول الخليج، أنها دول حليفة وقوية جدا للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة خذلتها في كثير من الملفات. فهم يرون هذا الموضوع بطريقة أنه هل ممكن الولايات المتحدة تخذلهم أيضا؟ وهنالك نوع من الإشارات التي تدل على نوع من البرود السياسي الخارجي للولايات المتحدة ككل. فهنالك طبعا يعني مثل ما شفنا في أوكرانيا، أوكرانيا تعتبر حليف قوي للولايات المتحدة، ولكن لم تفعل الكثير فيما يتعلق في ابتلاع روسيا للقرم. هنالك بيلاروسيا الدولة الاتحاد السوفيتي السابقة، الآن هنالك خطط روسية كبيرة لوضع قواعد عسكرية فيها، ورغم أنها دولة مستقلة وأخرى. هنالك أيضا مثل ما رأيت ملف الياباني، ملف كوريا الجنوبية، وخوفها وخشيتها من التباعد اللي ممكن يحصل من خلال الحكومة الأمريكية. لابد نعلم أنه الولايات المتحدة وخصوصا الإدارة الحالية ورثت إرث صعب جدا، حرب في أفغانستان، حرب في العراق، ديون يعني سيادية تعدت 16 تريليون في تلك الفترة، الآن تعدت 19 تريليون وحتكون قريبا من 20. فنتكلم على نوع من التحديات الصعبة جدا على الولايات المتحدة وعلى الإدارة الأمريكية. فلهذا هم آثروا أن يركزوا على الشأن الداخلي أكثر من الشأن الخارجي. وهنالك طبعا نظرية الماكسيماليست والمينيماليست، اللي هو حجم الانفولفمنت وحجم التدخل الغربي أو الأمريكي في العالم، يعتبر بالماكسيماليست، وهذا دائما سياسة في الأغلب تكون سياسة الجمهوريين، والمينيماليست اللي هي في الحد الأدنى من قبل الإدارات الديمقراطية وبالذات حكومة أوباما. ولكن مثل ما ذكرت، أوباما ليس الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ليس
ليست أوباما. فلهذا علينا أن ننظر للعلاقات. ليست أوباما وليست ترامب أيضا. طبعا هذه ما فيها كلام. تكون ترامب يعني. طيب عندنا بعض الرسائل من مشاهدينا من إسماعيل شندي، مصر والسعودية أم عمودة الأمة العربية والإسلامية، إذا انكسر انهار كل شيء لا قدر الله. طبعا رسالة إلى الإخوة في السعودية، إياكم وروابط الألتراس المشجعة للأندية، فإنها بداية لإثراء روح التعصب بدلا من روح الانتماء، وهذا بداية ما حدث في مصرنا العزيزة. بارك الله في الملك سلمان وآل عبد العزيز جميعا وكل الشعب السعودي. يا سلام. هاني أسعد، هل ستخرج لنا هذه الزيارة المهمة في هذا الوقت العصيب على أمتنا العربية مشروع القوى العربية المشتركة للنور، ونراه يدخل حيز التنفيذ؟ أم شريف، نتمنى من الله أن تكون زيارة موفقة وفي صالح البلدين. أيمن الزميتي، كل الاحترام لخادم الحرمين الذي يقف بجانب مصر ضد المؤامرة الكبرى ولم يتخلى عنها أبدا، ونرجو من الله أن يوفق الرئيس السيسي. محمد عبد الرازق حجازي، أهلا ومرحبا بخادم الحرمين، البلد التي لها في نفوسنا جميعا مكانة عظيمة، وأتمنى أن نلمس تكامل حقيقي بين البلدين يكون نواة لتكامل عربي يعود بالنفع على جميع الشعوب العربية والإسلامية. حمدي النمر، هل نرى في القريب تكامل صناعي مع المملكة، بمعنى أن تنشأ مصانع استراتيجية بالمملكة بعمالة مصرية وسعودية؟ تامر إمام، الاستثمارات السعودية الجديدة دليل على إيمان المملكة بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي. هاني عبد العزيز، هل نتوقع تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ ونفس السؤال الحقيقة كان جاي من هالة عبد النور، لماذا لم يتم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، وما هو المصير الغامض للقوى العربية المشتركة، إلغاء أم تأجيل؟ واضح أن موضوع اتفاقية الدفاع المشترك والقوى العربية المشتركة، الموضوعين دول يعني عاملين للناس الكثير من التساؤلات. رأي حضرتك؟ أنا أتوقع أنه الفترة هذه أو الزيارة هذه ستخرج في هناك دلائل ومؤشرات على الخروج بشيء في هذا الصدد. أنا أتوقع أن تكون فعلا هي نواة يتم تشكيلها. طبعا السعودية خلال الفترة الماضية كما تعلمون تم هناك الدعوة إلى التحالف والتحالف الإسلامي، وأيضا كان يعني نظرة له ذاك الفترة أنه هو نواة الحقيقة. هناك رغبة جادة من العالم العربي والعالم الإسلامي للدخول في هذا الإطار. اليوم الزيارة هذه من شأنها أن تترجم تلك التطلعات بين الزعيمين. أنا أتوقع أنه يعني هم فعلا يشكلون نواة العالم الإسلامي، لأن اليوم نتحدث عن الهوية الإسلامية وليس فقط عن القومية العربية. الآن المرحلة اختلفت، الصورة المشهد بشكل عام اختلف، وبالتالي هناك سعي سعودي. طبعا السعودية بحكم أنه يعني نحن جميعا ننظر إلى مصر وما تعرضت له خلال الفترة الماضية، فمن الطبيعي أن يحدث اليوم ما نشاهده، فليس مستغربا وليس يعني خارقا للعادة. مصر مرت بظروف عصيبة المرحلة الماضية. بالنسبة لحديث زميل سلمان عن موضوع الولايات المتحدة، أيضا يعني أيضا شاهدنا الموقف الأمريكي الذي تم اتخاذه خلال الأحداث التي شهدتها مصر، وشاهدنا الالتفاف الأمريكي. المملكة كانت مؤمنة منذ البداية أنه مصر يجب أن تبقى مصر، لا يمسها أي تطلعات أو أطماع، وبالتالي اليوم عندما تتحد مصر والسعودية في التوجهات وفي المصير وفي الأهداف الاستراتيجية، أنا أعتقد أنه هي الفرصة الأمثل اليوم للخروج بإطار مشترك لعملية الدفاع. هذه إحدى المحاور الرئيسة من وجهة نظري في هذه الزيارة. أستاذ محمود، يعني يقال انه او سمعنا او قرأنا انه التعاون العسكري جزء مهم جدا من ملف هذه الزيارة، والسؤال عن يعني القوى العربية المشتركة، في رأيك في اي اتجاه سيتم الدفع به في موضوع التعاون العسكري في هذه الفترة الحالية؟ انا اعتقد ان التعاون العسكري اصبح ضرورة ملحة، واعتقد انه موجود بالفعل، وزي ما قلت لحضرتك احنا شفنا مشاركة مصرية في حرب اليمن عبر قوات بحرية، شفنا مشاركة مصرية في التحالف الإسلامي، شفنا تدريبات مشاركة رعد الشمال، وشفنا طول الوقت لو حضرتك تتذكر هتلاقي في مناورات مشتركة بين مصر والسعودية وأحيانا الإمارات.
خلاص يعني فكرة اعتماد الخليج على الأمريكان كحماية أنا أعتقد أن هي ما بقتش متوافقة، بدليل أن السعودية في 2015 هي المركز التالي في الإنفاق على الأسلحة، على شراء الأسلحة. السعودية يعني تقريبا اشترت أسلحة في 2015 ب 87 مليار دولار، متفوقة على روسيا وعلى بريطانيا وعلى فرنسا، هي جت في المرتبة الثالثة بعد أمريكا والصين. ده إن يعكس اهتمام بقضايا التسلح. وأعتقد إن مصر أيضا في الفترة اللي فاتت يعني حصل تطوير في الأسلحة المصرية أو تطوير في سلاح الجيش المصري، سواء على مستوى التدريب أو على مستوى السلاح. الأمور ما بقتش زي ما قلت في الأول، ما بقتش رفاهية. الخطر موجود، والخطر للأسف ما بيننا، ده غير الأخطار الخارجية. وبالتالي التحالف العسكري ضروري، والتنسيق العسكري طول الوقت يعني شايف أصبح فرض. شايفه إزاي في الزيارة دي؟ ما انت عارف ان الاخبار العسكريه معظمها يعني او الحاجات العسكريه معظمها بتبقى حاجات يعني سريه، لكن انا مش شايف ان الموضوع ده هيبقى بعيد عن اجنده المفاوضات. طب بما انها حاجه سريه، وعندي سؤال جاي لي انا مش عارف اجاوب عليه، وكنت بكلمك عنه قبل ما ندخل البرنامج مع الاستاذ سعود، من دعاء عبد الله لازم تشرح لنا عن تسليم ملف المؤتمر الاسلامي. وبرده سؤال تاني بيقول القمه الاسلاميه يوم 14 و15، اشرح لنا انت بقى الراجل رئيس التحرير، ممكن تقول لنا. يعني انا مستغرب ان طول الوقت خلال عامين او ممكن اقل شويه اي علاقات مصريه سعوديه كانت بترتبط دايما بكلام عن ثلاث ملفات، قطر وتركيا والاخوان. وانا اعتقد ان العلاقه بين البلدين اكبر من هذه الملفات بكثير. وخف الكلام عن قطر. لا، تسليم الملف بتاع القمة الإسلامية في أما أنا جاي لك، ما مش تركيا. خف الكلام عن قطر وداب الكلام عن الإخوان، لم يبقى غير ملف تركيا. بعض الناس بتعمل تحليلات ان الملك جاي عشان مصالحة مصرية تركية. خلي بال حضرتك، ده اتقال وناس قالته في رعد الشمال، ان الرئيس السيسي هيسافر وان أردوغان هيسافر وأن الملك هيعمل ما بينهم مصالحة في الرياض، وما حصلش، واتقلب ليها أكتر من مرة. وأنا أعتقد أنه هو مش هيحصل المرة دي، وما أعتقدش أن الرئيس السيسي هيسافر يسلم القمة الإسلامية. مش عارف، ممكن الدولة تقرر أنه مستوى يسافر، بس أعتقد ممكن وزير خارجية أو ممكن يعني وزير خارجية أو أقل. لأن مش إحنا مش رئيس الوزراء. إحنا برضو الناس لسه مش عارفة التطور الطبيعي في مصر بعد ثورتين. لم يعد الرئيس مطلق الصلاحيات في انه يعني يعمل مصالحة مع فلان وبتاع، يعني لازم طول الوقت هو عنده فكرة الرأي العام. ولا انا اعتقد ان الرأي العام المصري الان يحبذ او يفضل فكرة ان الرئيس يسافر الى تركيا بدون ان يقدم هذا الرجل أردوغان الذي اهان ثورة 30 يونيو وأهان مصر في أكثر من مناسبة، وأهان إرادة شعبها بطريقة مستفزة، بدون أن يقدم ما يرضي هذا الشعب. إيه اللي يرضي الشعب؟ هو إحنا عندنا ملفين أساسيين، هذا الرجل يحوي مجرمين على خلاف القانون، بيقويهم ومش عايز يسلمهم برغم أن القانون بيقول له يسلمهم. الأمر الثاني أنه مشغل لنا قنوات طول النهار تحض على الكراهية وعلى العنف وعلى بتاع. فأنا لا أتخيل أن الرئيس السيسي يستطيع أن يغامر بزيارة لتركيا دون حل هذين الملفين. تمام. طيب الدكتور سامي عبد العزيز، أتمنى أن يعقب هذه الزيارة آلية لمتابعة إنفاذ هذه الاتفاقات المصرية السعودية والحفاظ على قوة دفعها وإزالة أي معوقات بيروقراطية، لأنه ماذا ينقصنا وإرادة القائدين واضحة وحاسبة. عندك حق دكتور. معايا عبر الهاتف الأستاذ ياسر الشاذلي من مكتب جريدة الحياة في الرياض. أهلا أستاذ ياسر. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير لضيوفك الكرام الاستاذ سعود والاستاذ سلمان والاستاذ محمود. اهلا بك. اسمح لي في البدايه ان ارحب بكل الاعلاميين السعوديين اللي موجودين في القاهره ومن في بلدهم، مش عايز اقول بلدهم الثاني. مصر دائما حاضنه لكل العرب وحاضنه للمواطنين في المملكه العربيه السعوديه تحديدا.
وخصوصية العلاقة اللي تصير بين البلدين. نعم أستاذ ياسر، يعني أحب أعرف برضو تعليقك كصحفي مصري عايش في المملكة العربية السعودية، عايش جوه المطبخ الإعلامي السعودي اللي يعني الحقيقة برضو من المراكز الإعلامية المهمة في المنطقة. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا عندنا مثلا قبل الزيارة بحوالي شهر، يمكن الأستاذ سعود قاعد ويقول لحضرتك بتفاصيل أكثر، إحنا قاعدين قبل الزيارة بشهر نتابع ونشوف المحللين ونشوف الآراء وناخد حوارات مع السياسيين أو مع ناس متخصصة في الفكر الاستراتيجي. الزيارة قدر أهميتها في مصر هي أيضا مهمة جدا في السعودية، وعلى نفس القدر اللي احنا رحنا فيه في زيارة الملك سلمان على رأس هذا الوفد الكبير في زيارة مصر، أيضا المستطاع في مصر يمكن في السعودية الفرح والارتياح الكبير الذي ساد الشارع السعودي أو الرأي العام السعودي لهذه الزيارة. الزيارة يمكن اتفق مع الأستاذ محمود مسلم في وصفها بأنها قمة الرسائل، بس هل احنا حنقرا الرسائل بشكل سليم ام ستمر الرسائل مثل غيرها من الرسائل بدون ان نقراها او نسمع عن في تفاصيلها؟ في نقطه خطيره استاذ سامر احب ان استاذن حضرتك بطرحها، وهي ان ربما تكون بعض الدول الاقليميه هي رمت هذه الكره في ملعبنا حتى ننشغل بيها. احنا كل البرامج اللي طلع الاعلام المصري على كل المحللين اللي بيتكلموا سواء هنا او هناك ان هل في خلاف بين السعوديه ومصر؟ يعني هل اصبحت القصه في وجود خلاف بين مصر والسعوديه، ولا القصه كيف نوظف هذه العلاقه لخدمه المنطقه وخدمه الـ 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 القوه الاقليميه او الامن القومي العربي اللي يعاني ترهلات ويعاني اختراقات ويعاني حالات شديده جدا من الانهيارات في دول بعضها تقف على حدودنا زي ليبيا زي سوريا زي العراق زي اليمن؟ فبالتالي انا ادعو ويا ريت اذا حد اتفق يعني معايا في الراي ان نترك هذه الجزئيه خلاص، زي ما قال الاستاذ سعود الرئيس في البدايه ان لا يجب ان احنا نعيد او نكرر هذه القصه كل فتره حتى لا نجذب نفسنا بها، يعني ما نجذبش نفسنا بها كثير ونفكر في مستقبل المنطقة. الملك سلمان النهاردة في زيارته بادي عليه الارتياح، بادي عليه الابتسام. الابتسامة اللي على وجه الملك سلمان هي ابتسامة على وجه نقلها إلى وجه 90 مليون مصري وأكثر من 25 مليون سعودي. الابتسامة اللي على وجه الملك سلمان هي في حد ذاتها رسالة اليوم، وهو يصافح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقمه من التوافق، حتى التوافق النفسي في لغه الجسد لو تابعنا تحركات الملك سلمان وتحركات الرئيس السيسي معه نجد ان هناك يعني حتى في لغه الجسد هناك توافق كبير، توافق ذهني ينم عن ان في ارتياح لهذه الزياره وارتياح لهذه العلاقه. نعم. فبالتالي لا يجب ان 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 ندور في دائره مغلقه ان في خلاف ولا ما فيش خلاف، دعونا نتجاوز هذه المرحله او هذه القصه ونبدا نفكر بشكل عملي وبشكل واقعي ما الذي يمكن ان نستفيد منه من هذه العلاقه خاصه بين قطبي من اهم قطبي الامه العربيه وهي الرياض والقاهره، خاصه وان المنطقه الان تمر بحاله من الاحتكاك الشديد في ظل تخاذل بعض القوى الكبرى في العالم عن القيام بدورها، وتخاذل المجتمع الدولي عن القيام بدوره. نعم. وتخاذل كثير من دول إقليمية حتى بما فيهم الاتحاد الأوروبي عن القيام بدوره في مساعدة منطقة الشرق الأوسط. الآن الملك سلمان والرئيس السيسي يبعثان رسالة مثل ما زي ما تفضل الأستاذ محمود مسلم، يبعثان رسالة عن ان ما حكى جلدك مثل ظفرك، وده مقال يمكن انا استعين المصطلح ده من مقال لحضرتك انت كاتبه، ما حكى جلدك مثل ظفرك، سواء كان هذا الظفر سعودي او مصري، سواء كان هذا الجلد جلد سعودي او مصري، المواطن المصري والسعودي يعول عليهما كثيرا الان،
والقيادة في مصر والقيادة في السعودية، العرب كلهم أبصارهم تعلق، يعني أنظارهم تتجه إلى القاهرة لما ستسفر عنه هذه القمة أو هذا اللقاء. بشكرك يا أستاذ ياسر. قصة الخلاف بين السعودية ومصر أتمنى بعد إذن حضرتك أن احنا يعني ننتبه ليها، وإنها كرة مرمية في ملعبنا حتى ننشغل بها أكثر. بشكرك استاذ ياسر الشاذلي من مكتب الحياه في الرياض. وعندي رساله من ارمن مظلوميان بيقول: اخيرا برنامج محترم يستضيف دور ضيف محترم يقول كلام محترم عن صعوبه المصالحه مع تركيا حاليا بعد كل الاهانات التي تلقيناها على مدى السنين الماضيه. ستظل دائما هناك نقاط خلاف، يعني ما فيش حد، يعني كلمه دبلوماسيه الحقيقه اللي ما بفهمهاش عمري، بيستخدمها العالم كله، تطابق وجهات النظر. تطابق وجهات النظر لا يحدث داخل الدولة الواحدة ولا لا حتى يحدث الأسرة الواحدة ولا الأسرة الواحدة ولا الحكومة الواحدة، ولكن هو تعبير دبلوماسي مجازي معناه أن الدولتين لم يختلفا على أي من الموضوعات. إزاي يعني هنقدر توصل القيادة المصرية والسعودية أن هناك وجهات نظر مختلفة تجاه بعض الأمور ولكنها لا ترقى إلى مستوى الخلاف؟ جميل. أنا وفي الطيارة البارحة كنت جاي من الرياض إلى القاهرة، فاطلعت على صحيفة الأهرام على الخطوط المصرية الكريمة، نسوي لهم دعاية مجانية هذه صار. لمين فيهم للأهرام ولا الخطوط؟ الاثنين. الأهرام ما شاء الله ما بحتاج. فاطلعت على كلمة الأهرام، صراحة يعني أجابت هذا التساؤل بشكل كبير جدا فيما يتعلق في مفهوم الخلافات السياسية ما بين أي دول وبالذات المملكة العربية السعودية ومصر. وقالوا بالحرف الواحد بأنه السعودية ومصر متفقان على الأهداف ولكن لديهم تباينات في الوسائل، يعني جميلة جدا ومعبرة جدا فيما يتعلق في ما هي الوسائل التي من خلالها نصل إلى الأهداف. هذا شيء طبيعي، بل بالعكس، يعني بعض الأحيان حينما يكون هنالك تباين في وجهات النظر فيما يتعلق في الوسائل هذا يقوي من الموقف ويجعله أكثر رزانة ورصانة لكي لا يكون مندفعا بصف واحد أو بصف آخر. فلهذا نعتقد بأنه ليس هنالك، يعني هنالك طبعا الكثير من طبعا المشوشين على العلاقات السعودية الأمريكية وتشويش كلامي، لا أعتبره إلا تشويش كلامي. السعودية المصرية. السعودية المصرية، أنا قلت الأمريكية معلش، السعودية المصرية. ولكن طبعا التاريخ بيتكلم، يعني التاريخ بيتكلم على فترة 55 حينما وقعت السعودية مع مصر اتفاقية الدفاع المشترك، بعدها بسنة تم تفعيلها من خلال السعودية حينما وضعت قواتها الجوية الملكية تحت تصرف الحكومة المصرية. محمد صلاح دياب بيتكلم عن جلالة الملك سلمان الذي شارك في شخصية والملك فهد أيضا والأمير محمد في العدوان، يعني ضد العدوان الثلاثي في مصر. وبيذكر أيضا نقطة مهمة جدا مش ناس كتير بتكلم عنها، والذي خصص قطعة أرض بمكان متميز لمبنى للسفارة المصرية بحي السفارات بالرياض لما وجد أن مصر لم تأخذ قطعة لبناء السفارة المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. صحيح. لا، حتى بالإضافة لذلك حتى في عام 73 ما ننسى طبعا أن المملكة العربية السعودية أقدر أسميها أنها خاطرت بأهم علاقاتها الاستراتيجية العالمية، الولايات المتحدة وعلاقات الدول الأوروبية، من خلال يعني دعم الحكومة المصرية فيما يتعلق في وقف امدادات النفط وما إلى ذلك، ثم أيضا في عام 67 حينما دعمهم لوجستيا واستخباراتيا وأمنيا وماليا. وطبعا نشكر طبعا حكومة جمهورية مصر العربية التي يعني وقفت مع الشعب السعودي والشعب الخليجي في عام 91. فنحن نتكلم، وكان طبعا يعني طوقوا تماما الحدود السعودية العراقية بشكل مشرف جدا وضحوا بأموالهم وبأنفسهم الشعب المصري والقيادة لحماية دول الخليج. فأي أحد يحاول أن يشكك في متانة العلاقة السعودية المصرية، يعني أنا أقولها بالمصري، يا لازم نضربه على نفوخه يعني. يعني وزكية الشهاوي قالت لهم: أقول للحاقدين موتوا مغيظا وكمدا، جعل الله كيدهم وتدبيرهم في تدميرهم. يعني الناس كلها متفقة على المصطلح والشكل. حضرتك عايز تقول حاجة؟ أنا عندي نقطة أيضا، يعني هنا في نقطة جوهرية الحقيقة، يعني نحن جميعنا مؤمنين أنه هناك تطابق في وجهات النظر بين الزعيمين وبين القيادتين، يعني أنا أقول الحكومتين بين البلدين، سميها ما شئت. لكن أحيانا ما يصدر من تصريحات عن بعض الجهات الحقيقة هنا
هنا يتم استغلالها، يعني كيف تم استغلال موضوع الخلاف حول سوريا، على ملف السوري تحديدا؟ يعني صدرت تصريحات رسمية تتحدث عن رفض المشاركة العسكرية في سوريا. بطبيعة الحال كان هناك مشاركة عسكرية روسية في سوريا أيضا، لم يصدر رد فعل مماثل. الإشكالية هنا أنه مثل هذه التصريحات هي التي يتم استغلالها ويتم توظيفها لإحداث شرخ بين البلدين. من الضرورة بمكان أن يعني مثل ما تفضل الأستاذ قبل قليل يتحدث عن أن الشعب أيضا له رأي اليوم وله الكلمة العليا، الشعب يجب أن يكون أيضا محصن من مثل هذه التصريحات التي تصدر لمجرد كسب أرضية أو موقف أو تسجيل موقف فقط لمجرد تسجيل الموقف. يعني ليست، نحن ندرك اليوم أن 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 مصر مثلا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل ما يحدث للشعب السوري، لكن أن يخلط التصريح بهذه الصورة. أنا مش عارف حضرتك تتكلم على أنه تصريح. تصريح الخارجية المصرية كان. اللي هو كان بيقول أن مصر لن تشارك ولا ترفض التدخل العسكري. طبعاً التدخل العسكري عندما طرحته السعودية طرحته كتدخل ضمن. أنا متذكر صح، مش عارف فكرني، كانت مصر تتكلم ترفض المشاركة في التدخل العسكري، مش كده؟ أي نعم. ترفض المشاركة. في الوقت اللي كانت السعودية تتحدث هنا عن المشاركة أو تدخل عسكري في إطار دولي، في إطار تحالف دولي. ولم يكن عمل فردي، فمثل هذه التصريحات او استعجال فيها هذا ما يعطي فرصه. او ممكن كمان بص، هو بيني وبينك بقى عايز الحق، هم الصحفيين هم اللي مبوظين الدنيا. في جميل هم الصحفيين، مش كده ولا رايك ايه؟ والله الى حد ما، ولكن النقطه اللي ذكرها الاستاذ سعود صحيحه، لانه في خصوصا فيما يتعلق في التصريحات الحكوميه لابد ان يكون في لها نوع من الايضاحات التي لا تجعل هنالك اي منفذ على الاخرين. ولكن فيما يتعلق في التصريح هذا بالذات كانت موقف المصري الى حد ما بالنسبه لي شخصيا يعني واضح ومش واضح، ولكن الجهه الواضحه فيه انهم هم ضد فكره التدخل العسكري في سوريا بشكل كامل، يعني سواء من دول عربيه واسلاميه وغيرها، ولهم وجهه نظرهم والمحترمه والمقدره، ولكن في نفس الوقت يجب ان يخرج هذا التصريح بطريقه تبين بأن هذا الشيء والعلاقات الاستراتيجية السعودية المصرية والخليجية المصرية شيء آخر. رأيك إيه؟ لا، أنا رأيي أن في زي ما إحنا متفقين أن في تباين بين وجهة النظر المصرية والسعودية في ملف سوريا، وهو أنا أعتقد أن ده التباين الوحيد اللي في الرؤى المصرية والسعودية. رأيي أساسه هو بشار الأسد. هل يعني يكون بشار جزء من الحل ام يكون هو خلاف دولي اليوم؟ خلاف هو خلاف دولي اليوم، وليس خلاف بين مصر والسعوديه، لكن خلاف دولي زي ما حضرتك قلت. لكن مصر تدرك، امريكا وروسيا ابتدوا، مصر تدرك وعانت من التدخلات العسكريه. يعني احنا شفنا النموذج ده في ليبيا وما اداش حاجه، شفنا النموذج ده في العراق وما اداش حاجه. ف زي ما مصر كانت متحمسة، وزي ما الأستاذ سليمان اتكلم، لما عندما حاولت العراق غزو الخليج وتحرك الجيش المصري بفعالية، لكن مصر في موضوع سوريا الأمر مختلف. سوريا هي جزء من أمن القوم المصري، أو احنا بنعتبرها جزء من أمن القوم المصري. جميل. فقط بس حبيت أعلق معلش على المقاطعة، ولكن الموضوع دائما ما يساء فهمه خصوصا من الصحفيين مثل ما قال الأستاذ أسامة فيما يتعلق في التدخل العسكري. يعني الأستاذ سعود ذكر أنها آلية مختلفة تماما عن المطروحة أصلا عند الإعلاميين. حينما نقول أن هنالك تدخل عسكري أو خطة باء التي هي لها علاقة في التدخل العسكري، ليس له علاقة في أنه نسقط بشار. لا، هو تدخل عسكري تحت منظومة عالمية. مش عارف، بس يعني أنا لو أنا متذكر صح أن التصريح الوحيد اللي أنا فكره كان صدر من الخارجية المصرية عن موضوع التدخل في سوريا كان في 2015 وقت أن كان السفير نبيل فهمي هو وزيرا للخارجية. لا، ده يبقى قبل 2015. لا يعني أستاذي، لا يعني هو كان حديث، هو كان بعد الدعوة. لا بس أستاذ، بس لا خليني أوضح نقطة. أنا برضو عايز أوضح لك نقطة عشان بس إن حتى الآن لم يظهر توافق دولي على التدخل العسكري. لا بس خليني أنا بس أوضح نقطة عشان حتى المشاهد الكريم أيضا تكون واضح. يعني أرجع أأكد أن السعودية لم تدعو لتدخل عسكري لإسقاط الأسد أبدا. السعودية دعت إلى تدخل عسكري في إطار منظومة التحالف في مناطق محددة في سوريا لمحاربة داعش، زين، التي تدعي اليوم القوى الدولية أنها تحاربها.
ونحن ولا أكثر متضررين من داعش وبالإضافة إلى مصر. وبالتالي طبعا. عندما يصدر التصريح بمثل هذا الإطار أن مصر ترفض التدخل العسكري، لماذا مصر لن ترفض التدخل العسكري الروسي؟ عشان كده مش عايز يعني أعمق في الموضوع، لكن أنا بس عايز أوضح لحضرتك أن حتى الآن لم يطرح توافق دولي أو ما فيش توافق دولي حول هذا الأمر عشان نقدر نقول راينا احنا هنخش ولا بس الاشكاليه هذا شيء مختلف. هو نحن ما وصلنا للمرحله هذه انه نتناقشها الا لانه ليس هنالك توافق دولي. فمثل ما ذكرت انت شخصيا انه قلت انه لابد علينا الاعتماد على الذات. طبعا نحن الان كمملكه العربيه السعوديه وكجمهوريه مصر العربيه الشقيقه علينا بالفعل ان نعمل بطريقه موحده في رؤيه الامور وفي مكافحه الارهاب بكافه صنوفه. طبعا اي تصريح ممكن يخرج احنا اكثر ما عانينا من الارهاب. اي اكيد ما في شك. فأي تصريح ممكن يخرج من الحكومة المصرية لابد أنه يعمل في الحسبان بشكل كبير أهمية عدم فسح المجال لأي طرف سواء إعلامي أو سياسي أو أي أحد أنه يحاول أن يشوش على العلاقة السعودية المصرية. وهذا الشيء أعتبر أنه شيء أساسي، وأنا أعتقد أنه صراحة جمهورية مصر العربية واعية جدا وعارفة تماما حجم التحديات الموجودة في المنطقة، وتعلم تماما حجم توغل الإيراني المتطرف من خلال ميليشيات الإرهابية. وصراحة بالفعل أحب من هذه المنصة أني أشكر يعني مصر شعبا وقيادة على جهودهم الأخيرة، خصوصا يعني قبل يومين فقط وثلاثة أيام أقفلوا في النايل سات أحد القنوات الطائفية قناة المنار اللي هي قناة الحزب اللهوية التابعة لحزب الله اللي هي أصلا تابعة لإيران. فنحن نتكلم على وجود رؤية موحدة، وأتفق مثل ما قلت على الكلمة اللي قالتها الأهرام في السابق فيما يتعلق وحدة الأهداف، ولكن الوسائل علينا نشتغل عليها أكثر وعلينا أنه لا نصرح بتصريحات من الممكن أن تساء. أنا كان مفروض أطلع من 10 دقائق الفاصل، فيعني بس انتظرت أن احنا بس نتكلم في هذه النقطة، ممكن نرجع لها تاني ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ سعود الرئيس رئيس تحرير جريدة الحياة في السعودية والخليج، والأستاذ سلمان الأنصاري مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأمريكية، والكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن. أستاذ محمود، يعني عندنا طبعا نقطة مهمة جدا وهي إيران. دعنا من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران من المنظور المصري، يعني احنا شايفين وكلنا ما اعتقد مش مستريحين للدور اللي بتلعبه ايران، وبيتصاعد ليس فقط دعما للمملكة العربية السعودية والاشقاء في الخليج، ولكن لانه يشكل خطر على كل الدول العربية بما فيها مصر. شايف ازاي هيدور الحوار حول هذا الملف في القمة السعودية المصرية؟ انا اعتقد ان ايران هي يمكن اكثر المراقبين للقمة المصرية السعودية، واعتقد ان هي اكثر الملفات توافقا بين مصر والسعودية. وايران ما حدش يقدر ينكر ان هي ليها اصابع في 4 دول عربية، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، وعامله مشاكل في المنطقه وما يستجد. وممكن لاول مره يبقى في برضه التوافق العربي على هذه الدرجه في مواجهه ايران. مصر زي ما احنا كلنا عارفين يعني احنا قاطعين العلاقه مع ايران او مجمدينها من بدايه ثوره الخميني. جت بس في فتره استثنائيه، وهي فتره انتهازيه ل جماعه الاخوان. جماعه الاخوان ممكن سافر الرئيس مرسي الى ايران، وفي نفس الوقت كان عايز يقابل اوباما، هو انت عارف يعني في النهايه جماعه انتهازيه كانت يعني تحاول اللعب على كل الحبال او الاستفاده من كل قوه. لكن في مصر طول الوقت كل البيانات المصريه في السنوات الكتيره اللي فاتت باستثناء فتره الاخوان كانت تتحدث على ضروره عدم تدخل ايران في الشؤون الداخليه لدول الخليج. هناك ادراك لخطوره ايران على الدول العربيه، هناك ادراك لاطماع ايران في المنطقه، وحتى ايران ما كانت تقدمه او ما كانت تدغدغ به مشاعر بعض العرب بانها القوى المناوئه لامريكا او غير ذلك. خلاص يعني في النهايه حصل ما بينهم اتفاقيات كثيره ولم يعد لها هذا البريق في المنطقه.
بالعكس، يعني مثلا الحرب ضد اليمن هي معروفة انها اساسا ضد تدخلات ايران في اليمن. هي مش ضد اليمن، هي الحرب في اليمن ضد التدخل الايراني المتمثل نفسه. انا اعتقد ان المشكلة الاساسية كانت بين الخليج وسوريا، كانت المشكلة الاساسية هي التدخل الايراني في سوريا. عندنا جماعة حماس دول انت عارف كانوا مع ايران دلوقتي او مع قطر، يعني دول يعني انا دائما اتحدث عنها ان هي جماعه اجيره في الفتره الاخيره، انتقلت من حركه مقاومه لحركه اجيره اللي بيدفع، فكانوا في فتره مع ايران، دلوقتي قطر الفافه بقى مع قطر وتركيا. فلكن طبعا في خطوره في موضوع ايران، وانا اعتقد ان هو من زي ما قلت حضرتك ايران هي الاكثر الدول التي تراقب القمه المصريه السعوديه، وهي ايضا اكثر الملفات توافقا بين مصر والسعوديه. نعم. وكاله فارس زي ما كنت بقول لحضراتكم كده في المقدمه، كانت كتبت من فتره وقت ما كان فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر في زياره المملكه العربيه السعوديه، ودعوه جلاله الملك سلمان له ان يزوره عندما يحضر إلى القاهرة. كتبت وكالة فارس مقولة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء، وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء. ولكن لما بدأ يعني يقال أن غالبا جلالة الملك سيزور الجامع الأزهر، سحبوا هذا الجزء من الخبر فقط واحتفظوا بباقي الخبر. هذا التلاعب اللي بيحصل، يعني هذه المحاولة الدائمة الموجودة لتشويه صورة القادة العرب، لماذا يعتقد أهل إيران أنهم يستطيعوا بالفعل أن يتغلبوا على القوى العربية مجتمعة؟ يعني الخطاب الإيراني هو لطالما كان مخادع الحقيقة، وكثيرا من يعني نسمع من الأساس الإيرانيين حديث، وعلى الأرض نجد أن الأمر يختلف تماما. ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، وستتكرر كثيرا هذا الخطاب الممجود. لكن إذا تحدثنا مثلا عندما يتحدث فرضا على الملك سلمان، فهم يتحدثون عن السعودية باعتبارها راعية للسنة، فهم يسعون إلى ضرب مكون السنة ككل وليس فقط المملكة. إيران لديها مشروع، لديها فكرة تسعى إليها. هنا لطالما تكرر الحديث أنه العالم العربي أو المملكة أو مصر لا يوجد مشروع عربي. الحقيقة ما في، يعني سألت السؤال هذا يمكن أكثر من محلل وخبير سياسي، أنه إيش المشروع العربي اللي ممكن يكون مقابل المشروع الإيراني؟ يعني هو سؤال مطروح على الدوام الحقيقة. يعني كانت الإجابة تقريبا اللي خرجت فيها بعد أكثر من شخص، أنه يكون في على الأقل على مبادئ، مبادئ للعالم العربي. هذا يبدا كنواة لمشروع عربي مقابل المشروع الايراني، وبالتالي ايران تسوق لهذا المشروع وتسعى للضرب بكافه السبل وتشويه السمعه. وشاهدنا اليوم كيف العالم ينظر الى الارهاب بانه ارهاب سني وليس شيعي، علما انه يعني التسجيلات وما يحدث ودعم الارهاب اليوم تتعرض له مصر والسعوديه. لماذا، دعونا نتساءل، لماذا لا يتم التعرض او لم نشهد اي عمليه في ايران عمليه ارهابيه؟ لماذا دائما العمليات الارهابيه تقع؟ يعني احنا ليه احنا بنقع في هذا الفخ ونقول انه سني او شيعي؟ لماذا لا نقول ان هناك عمليه سياسيه، يعني زي ما بسموها ايجيو سياسيه من قبل ايران للتدخل في المنطقه باستغلال المذهب الشيعي والمذهب السني، ولكن هي في المقام الأول هذه الدولة بأتباعها تقوم بهذا الفعل وتروج لفكرة أنها حرب بين السنة والشيعة، في حين أنها حرب سياسية ومحاولة لاحتلال أراضي عربية فقط، ولا دخل للإسلام. الإسلام بريء منها في المقام الأول والأخير، والشيعة والسنة مجرد أسماء متهيألي تذكر عشان خاطر تبرر ما تفعله إيران، ولا رأيك إيه؟ أنا أؤكد كلامك هذا بالفعل، لأنه أكبر المتضررين من السياسة الإيرانية هم الشيعة الذين تدعي أنها تحميهم. صحيح. وتدعي أنها تمثلهم.
السعي الإيراني يعني منذ البداية كان واضحا، والسعودية سعت كثيرا لتوضيح ذلك في أكثر من محفل حقيقة، لكن المصالح إيران حاولت تصور التحالف الإسلامي أنه هو تحالف سني ضد الشيعة، بالضبط، رغم أن التحالف في بعض الدول اللي فيها الشيعة، ورغم أن التحالف أساسه الإرهاب اللي احنا عارفينه، هو أساسه يعني أو كثير منه سنة، يعني ضحايا سنة أكثر من الشيعة، لا يوجد ضحايا شيعة للإرهاب إلا 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 قليل. يعني اليوم مثلا السعودية تتعرض لحرب إرهابية من داعش، من القاعدة من قبلها، مصر بنفس الوقت تتعرض لمثل هذه العمليات الإرهابية. من يدعم هؤلاء الإرهابيين؟ من يعني اليوم قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام ظهرت وثائق تثبت تورط إيران مثلا في عمليات 11 سبتمبر. إذا نتحدث اليوم على هذا البعد الزمني، لماذا سكتت أمريكا كل هذه الفترة لتكشف وثائق من هذا النوع وتورط حتى الإمام خامنئي؟ أول مرة أسمع عن هذه الوثيقة. نشرت وثائق، نشرتها زميلتنا الشرق الأوسط، كانت تتحدث عن تورط إيراني. قاضي أفرج عن وثائق تؤكد تورط إيراني في عملية تفجيرات 11 سبتمبر، وتبنت عناصر القاعدة الذين فجروا، بل تورط حتى السيد خامنئي بهذه القضية. يعني عندما نتحدث بهذا النفس، لكن مثل هذه الأخبار لا يعني مثل ما تفضلت لا تسمع بها، فلا لا يعني رغم أن احنا عادة بنتابع الصحافة الغربية والأمريكية، لكن هذه في نقطة مهمة فيما يتعلق في الصحافة الأمريكية، ولماذا أصلا هي نفسها لا تغطي هذا الموضوع؟ لأنه أغلب الصحافة الأمريكية ووسائل الإعلام القوية هي يسارية، والصحافة اليسارية تحاول بقدر الإمكان أن تتماشى مع رؤية أوباما، فليس هنالك إعلام حر في الولايات المتحدة نهائيا. يعني هذا شيء لابد مفروغ منه. يعني ممكن هنالك فوكس نيوز وغيرها اللي هم اليمينيين وما إلى ذلك، ولكن عجزوا عن كثير من الملفات للأسف الشديد. اليمينيين أحرار أيضا ولا هم يتبعوا سياسة اليمينيين؟ والله هو فيخفوا ما يخفوه ويظهروا ما يظهروه. ليس بالضرورة بالشكل هذا، ولكن هم اليمينيين في فترة يعني في الفترة الأخيرة 8 سنوات الأخيرة بالفعل فشلوا فشل ذريع، لأنه لابد أنه لا ننسى أنه يعني هم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ورغم ذلك أوباما مشى كلامهم عليه. يعني إذا جينا للحق، أوباما يعتبر أحد أقوى الرؤساء الذين واجهوا الجمهوريين بشكل كبير، ويمشي عليهم رأيهم في قضايا كثيرة من ضمنها ليس فقط دول الخليج وإيران ومش عارف إيش، بل حتى إسرائيل اللي هو الحليف الأكثر استراتيجي للولايات المتحدة بالنسبة لهم. هذه نقطة. فيما يتعلق في تعقيب لسؤالك فيما يتعلق في دور إيران، وهل هي بالفعل يعني لديها يعني يقين بأنها قادرة على مجابهة الدول العربية؟ أنا متأكد بأن إيران تعلم حجمها، ولهذا هي لا تستخدم أي قوة مباشرة، هي تستخدم قوة غير مباشرة من خلال استخدام الميليشيات. حتى في تقرير صدر من مكتب الأبحاث الفيدرالية في داخل مكتبة الكونغرس في عام 2012 يتكلم عن الجهاز الاستخباراتي الإيراني، أنشأ قسم سماه The Unknown Soldiers of Imam Zaman، معناها الجنود المجهولون لإمام الزمان. هذا تقرير صدر من الكونغرس في عام 2012 يتكلم عن دور إيران في زعزعة أمن المنطقة من خلال استخدام جنود مجهولون لإمام الزمان اللي هو المهدي وما إلى ذلك. وطبعا شفنا هذا الشيء موجود في معظم الدول العربية للأسف الشديد، في خلال نفس الفكر اللي موجود عند المحافظين الجدد الأمريكيين أنهم عايزين يسرعوا بالأرمجادن، هي نفس فكرة إمام الزمان ونفس فكرة الأرمجادن موجودة هنا، ودي موجودة عند المتطرفين المسيحيين وموجودة هنا عند المتطرفين المسلمين. ولكن أعتقد رغم ذلك، رغم أنه سبحان الله يعني في فترة هذه كلامك صحيح، إنه خصوصا الفترة هذه فترة انتخابات يعني مثيرة جدا، أنه هنالك أقصى اليمين وأقصى اليسار، أقصى اليمين ترامب وأقصى اليسار بارني. فهناك نعم توجه إلى حد ما التطرف الفكري، ولكن لا أعتقد بأن النسيج السياسي الأمريكي يعني مغفل إلى درجة أنه يندرج تحت آراء راديكالية من الممكن أن يعني تفسد مستوى ومكانة الولايات المتحدة في العالم. أنا خايف والله لا يجي لك إحباط وتلاقي أنه طلع والله كل شيء جائز وراح لأقصى اليمين وأقصى اليسار. طيب بعض الرسائل. حسن صالح: شئنا أبينا لم يعد في صحراء الأمة العربية سوى مصر والسعودية، ومن افترس الأمة العربية والتكاتف بين الدولتين واجب. يعني خلينا ما نقللش من شأن باقي البلدان العربية يا جماعة، لأن هناك بلدان عربية الحقيقة يعني لها مواقف
قوية ولها دور كبير انها بتلعبه. طبعا الدور المصري مهم والدور السعودي مهم، ولكن هناك بلدان عربية أخرى عندها القدرة وعندها الرغبة وعندها الإرادة وعندها الحنكة السياسية، حتى لو كانت جيوشها ليست بنفس الحجم أو حتى لو كانت لا تملك العدد الكافي من الناس، ولكن عندها التسليح الجيد. أسامة الخولي، هذا وقت الحزم وصدق العزم والجزم بوحدة المصير في ظل منطقة تتآكل من أطرافها. دكتور جمال الهيبة، تحية للإخوة الضيوف الكرام. أعتقد أن حكمة السيسي وخبرة وقوة الملك سلمان سوف يتخطيان أي خلاف وأيضا الاتفاق على نقاط الخلاف. نورة تمام، إن شاء الله زيارة كريمة وفتحة خير على البلدين، واللي زعلان يطقم، وده شبه اللي انت قلته من شوية. مصطفى إبراهيم، أتمنى وكما يتمنى كل مصري أن تكون الزيارة ليست للمؤتمرات فقط بل تكون للتعاون العسكري أولا والاقتصادي ثانيا، فلم يتبقى الوطن العربي غير مصر والسعودية تاني. لا، في الوطن العربي، في محمد العرايشي، تحياتي لكم، أرجو إبلاغ تحياتي للمستشار علي عبد العال اللي هو رئيس مجلس النواب على الأسلوب الذي تحدث به والحدة التي تحدث بها مع أعضاء البرلمان الأمريكي. سمعته؟ قريت تصريحاته. يعني تمام؟ إن ضرورة إن الحكومة تبقى عارفة مصدر التمويلات الأجنبية. تمام. طيب بالمناسبة هذا الموضوع، يعني إحنا داخلين جوه إطار إن في المواجهات المعلنة قدامنا، مش كده؟ احنا عارفين ايران بتعمل كذا وفلان بيعمل كذا، في حاجات معلنة، ولكن هناك الكثير من الامور غير المعلنة، جزء منها غير خافي على حضراتكم بصفتكم من دوائر صنع القرار الاعلامي او غيره، ولكن جزء منها برضو خافي عندنا كلنا يعني، وعارفينه القادة. ازاي ممكن يحصل نوع من انواع التعاون في هذه الاشياء الخافية، مثل وجود عملاء للخارج متخفيين في ظل منظمات، في ظل جماعات، وأظن ده موجود في المملكة وموجود في مصر وموجود في كل البلدان العربية. إزاي ممكن يجتمعوا على رأي في أمور كهذه؟ يعني أنا رأيي أن يجب الاستفادة بشكل دقيق من التجارب الدول اللي جرت فيها الثورات خلال الأعوام الماضية وتحليل الأمور بدقة في هذا الأمر. الأمر الثاني أن دلوقتي ما بقاش في العالم، ما بقتش اللي بيلعب سياسة بس هو الجيش والخارجية، بقى هناك دور بارز لمنظمات المجتمع المدني ودور بارز للإعلام. وشفنا احنا مثلا على سبيل المثال في مصر، شفنا منظمات المجتمع المدني، العالم بيتحرك من خلال منظمات المجتمع المدني. لسه كنت في جنيف من اسبوعين، وقد ايه تاثير هذه المنظمات. للاسف برضو بعض الدول من خلال الاموال قدرت ان هي تحرك بعض المنظمات ضد بعض الدول في قضايا كثيره. احنا في مصر عشنا ده بشكل طبيعي، خاصه بعد 30 يونيو تلاقي منظمه طالعه تقول لك مش عارف تدين ايه وتصف ايه وتعمل ايه، ولما تبحث في اساسها تلاقي ان تمويلها قطري او تركي يعني، وهي في الاصل منظمه دوليه. شفنا حتى بعض المنظمات اللي احنا كنا بنعتقد انها يعني على سبيل المثال هما رايتس ووتش، انا تقديري ان يعني بقت مستهدفه مصر بشكل بايخ يعني، ما يعني حلوه بشكل بايخ. يعني انا ناقص مثلا يقول لك يعني بيتكلموا عن حاجات ما فيش حاجه في مصر الا ما بيضخموها، واحيانا بتبقى امور خطيره. بنيجي على مستوى الاعلام، الاعلام ايضا نفس القصه يعني. شوف الجارديان عملت ايه في مصر، كم الاكاذيب وكم الامور غير المهنيه. لما تشوف طب هم سكتوا ازاي؟ هم ازاي سكتوا بالنسبه للجارديان؟ الجارديان فجاه هس كده، ومن قال حضرتك سكتوا؟ ما هم يعني بيغيبوا يعملوا حاجه، هم زهقوا بس مش سكتوا. زهقوا؟ لكن لا يعني مثلا شوف مثلا التقارير اللي تكتبها نيويورك تايمز عن مصر، شوف الدراسه احنا كنا لا التايمز بتاعت لندن النهارده طالعه يعني بشكل. انا سمعت حضرتك كنت بتتكلم عن طيب. لا يعني احنا مثلا قريب نشرنا في الوطن تحليل للافتتاحيات بتاعت واشنطن بوست ونيويورك تايم، فمثلا تلاقي ان على السيسي في خلال سنه ونص حوالي 16 افتتاحيه سلبيه، بينما مثلا في عهد مبارك ما فيش ما تناولوش مصر الا في 3 افتتاحيات
منهم اثنين ايجابي وواحده سلبي او واحده ايجابي واثنين سلبي، يعني 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 واضح حجم الترصد وحجم الدور اللي بيلعبه الاعلام الدولي اللي احنا كنا كلنا متخيلين ان هو يتمتع بالحريه والليبراليه والارق ده. يعني ما خلاص ما قالها لنا الاستاذ سلمان يعني. وحضرتك قلتها في المقدمه. فلا ما بقتش العمليه دلوقتي هي الاداه الدبلوماسيه والاداه العسكريه فقط، لا انت بقى عندك حاجه تانية ثالثه بتجيلك من خلال منظمات المجتمع المدني، بتجيلك من خلال الاعلام الغربي. وشفت الاعلام الغربي لعب دور خطير في موضوع الطياره الروسيه الطياره اللي وقعت في شرم الشيخ، كان لعب دور خطير جدا. يعني هو تقريبا قبل ما الدول تاخد قرارات هو اللي دفع الدول لاتخاذ قرارات. احنا شفنا حاجات غريبه يعني. فده محتاج ان الدول العربيه تدرك مدى خطوره القوى الناعمه او مدى خطوره مثل هذه المنظمات، بدل ما يبقى عندك ايضا ادوات من هذه المنظمات بتشرح لها وبتوضح لها وبتقدر تستخدمها دوليا. وايضا في الاعلام لازم تواجه بإعلام قوي وإعلام مؤثر. مش هل ده ممكن يدور في حوار بين الزعيمين، ولا هذا الموضوع متروك للدبلوماسيين ومن هم من ليس على مستوى الزعماء؟ أنا أعتقد أنه النقطة الأبرز هنا اللي هي الإعلام، يعني يجب أن يكون الخطاب الإعلامي أكثر وعي وقادر على مخاطبة الرأي العام. اليوم الرأي العام انسحب بشكل كبير إلى المواقع الإلكترونية، إلى منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي منصات التواصل الاجتماعي الحقيقة لا تعكس حقيقة ما يحدث على الأرض، تحظى بكثير من المبالغات ومن التجني. مجلس التنسيق الأعلى اللي بين البلدين من ضمن مشاريعه كان، يعني هذا يؤكد إلى أي درجة الحكومتين قادرتين على قراءة المشهد بشكل جيد. اليوم من ضمن أعماله أنه التعاون الإعلامي، يعني حتى اليوم أعتقد هناك بث مشترك بين السعودية ومصر، تقريبا 3 أو 4 قنوات مشتركة بدأت في اليوم. مذيعين إعلاميين سعوديين ظهروا في القنوات المصرية من خلال البث. فهذا النوع أنا أعتقد أنه حيساهم في عملية محاصرة مثل هذه. طب مش شايف يعني بصفة حضرتك كرئيس تحرير والأستاذ محمود كرئيس تحرير وأنا كمذيع ومع وجود حضرتك، إن إحنا المفروض إننا نقول طب إزاي نلاقي آلية إحنا كأهل الصحافة والإعلام إن ما يتكررش ما تكرر من قبل من مشكلات من الجانبين، من جانب صحفيين أو إعلاميين، بحيث إن النهارده يكون في محاولات ل إن يعني الموضوع الأمور لا تخرج من إيدينا زي ما حصل أكثر من مرة. نعم طبعا بطبيعة الحال لابد يكون هناك من يختلف، ولا بد أن يكون هناك من يقرأ بشكل الاختلاف أحيانا مطلوب. نعم. لكن أصل الأمور تخرج من إيدينا بالشكل ده، كان الأمور كانت خرجت من إيدينا في فترة من الفترات بشكل كان يعني ممكن توضح يخلف. إيش تقصد في أي فترة بالضبط؟ من شهور، يعني في فترة الشهور الأخيرة لما لقينا هنا التراشق موجود بين العالمين، ما بين السعودية من هنا ومن هنا، بين سعوديين مصريين، بين صحفيين مصريين وصحفيين سعوديين. محتاجة كده أن يكون في أهل الصنعة أن هم يقعدوا مع بعض ويقولوا كيف نحتوي هذا الموقف، خصوصا لما يكون مواقف بين إعلاميين. يعني الإعلاميين دائما تحكمهم يحكمهم الإطار العام، مهما تجاوز هناك إطار عام يحكم حقيقة، هناك أيضا تيار شعبي يقوده إلى حد ما. أنا أعتقد أنه إذا صار في توافق على نقطة معينة بين الحكومتين من الضروري بمكان أنه يتم طرح هذه الرؤية بشكل لا يقبل مجالا أو لا يعطي مجال للتشكيك فيه. أنا من هنا مهما حاول البعض عملية اصطياد بالماء العكر، دعنا نقول أن مهما سعى لن يتمكن. لكن عندما اصطياد بالماء العكر هذه مصرية تاخذوها فأنا أعتقد أنه وجود اختلاف هي ظاهرة صحية، لكن عملية توظيف الخلاف هذا أو مش اختلاف دعنا نقول، لكن عملية توظيف الإعلام أو الرأي لتوسيع هذا الشرخ بين
اذا حدث بين الدولتين. اعتقد ان هنا الاشكاليه والتي يجب ان يتصدى لها رسميا، لانه هذه لا تدخل في حريه في اطار حريه الراي، هذه تدخل في اطار الاساءه الحقيقه للنظام او الاساءه لدوله او الاساءه لشعب. فهذه يجب ان تتعامل معها الدوله بجديه اكبر مما هو حاصل الان. انا لا ادعو الى تكميم الافواه، لكن ادعو الى ان الالتزام بالخطوط العريضه التي لا تمس مصالح الدوله سواء كان في مصر او سواء كان في السعوديه. انا اميل مثل هذا التوجه. نعم. طيب عندي يعني شعار حياة بيسأل مجموعة من الأسئلة، ما أعرفش إذا كان إجابتها عندنا ولا لا. هل سيناقش الزعيمان ملف القضية الفلسطينية؟ حفظ الله مصر وحفظ الله المملكة. نعم. وأريد شيئا أن يصل السلام إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. السؤال التاني معلش ده السؤال السهل، معلش خلينا طيب. في السؤال الصعب، متى تنتهي الأزمة السورية؟ هل التحالف الإسلامي للدول العربية والإسلامية سيعيد الأمة العربية كحالها مثل الأول؟ وهل لو انضمت إليه تركيا ستوافق مصر على هذا؟ ولماذا لم يكن في مصر والسعودية مفاعل نووي مثل إيران؟ للسادة الأحبة والكرام أريد الإجابة عليه حالا. طيب نبدأ. أنت عايز تفضل. يلا. طبعا فيما يتعلق في الملف السوري، طبعا نبدأ في السؤال الصعب ولا السهل؟ زي ما أنت عايز. أتوقع السوري هو الصعب. فيما يتعلق في الملف السوري، أول شيء من الصعب أن نكون متفائلين ومفرطين في التفاؤل، علينا نكون واقعيين. هناك بالفعل مشاريع كبيرة في المنطقة ومشاريع خارجية، هناك مشروع إسرائيلي في المنطقة يجب علينا أن لا نغفل عنه أبدا. يعني حتى قائد الأركان قال في ميونخ، اللي هو قائد الأركان الإسرائيلي في ميونخ الفترة الأخيرة، قال بأنه سوريا ستكون في مسار أن تقسم إلى أربعة أقسام، سماها بكردستان، سنستان، علويستان، ودرزستان. هذه كلمة خطيرة طبعا، وتدل على أن هنالك رغبة، والكلمة اللي قيلت قبل كده أن سوريا لن تعود كما كانت بالضبط. فالدور العربي المشترك في الفترة الحالية بالفعل ضروري وأتى في وقته لكي بالفعل يكون هو صاحب الصوت الأعلى في المنطقة. طبعا هنالك مشروع روسي، هنالك مشروع فارسي، هنالك مشاريع أخرى في المنطقة. فعلينا بالفعل، يعني ليس هنالك للأمة العربية والإسلامية أي خيار إلا الوحدة، علينا أن نأخذها بهذا الشكل، الوحدة بكافة يعني معانيها. فيما يتعلق في سوريا، للأسف الشديد ليست لدي إجابة إيجابية سريعة، ولكن بحول الله هنالك جهود كبيرة تم تقديمها. هنالك المملكة العربية السعودية قامت بوضع جميع المعارضة السلمية تحت مظلة واحدة، وهذه خطوة كبيرة جدا. حينما كان لافروف وزير الخارجية الروسي كان يتفاخر بكلمة أنه ليس هنالك معارضة معتدلة، كل المعارضة يعتبروا خلاص زي الدواعش وزي القاعدة وما إلى ذلك. طبعا المملكة العربية السعودية أثبتت أن هذا الشيء خطأ، والآن طبعا هنالك في يوم 14 أبريل بعد عدة أيام مفاوضات في جنيف وما إلى ذلك. طبعا المفاوضات كثرت، في مفاوضات نيويورك وفي مفاوضات جنيف وفي فيينا، يعني المشاهد العادي ممكن يتعب ويطفش. كل الناس تتفاوض دون أن يكون يعني العرب طرفا رئيسيا في التفاوض. طيب ده موضوع. اسمعني أضيف عليه نقطة بس، يعني هنا في من الضروري التوضيح أنه الآن روسيا القرار السوري اليوم أنا أعتقد أنه يمر في موسكو. موسكو أنا من وجهة نظري أنه قد لا تود أن يذهب الأسد أو يسقط الأسد، لكنها لن تمانع. يعني لابد أن نحاول نتعامل مع الناحيتين هذه، تتمنى لأنه وجود الأسد يعطي شرعية لوجودها، أيضا يلبي أهدافها لحد ما اتخذت قواعدها هناك وانتهت بالنسبة لروسيا. لكن عملية إن ذهب فلا أعتقد أنه هي متمسكة بالأسد أو ستصر على الأسد. فهذه النقطة قد تكون عامل مساعد الفترة هذه لعملية التحول في المسار السوري. اتفق تماما الأستاذ سعود، وأكبر إثبات لذلك هو موضوع عدم استخدام الفيتو في الحوثيين، فتخلوا عن الحوثيين بالعربي كذا، وفي نفس الوقت صارت تاريخيا مع حكومة صدام، تخلت روسيا عن صدام وما إلى ذلك. فلهذا علينا ألا يعني نتشائم إلى درجة أن نقول أن روسيا لن تفك نفسها من بشار. لا، إذا وجدت مصلحتها الاستراتيجية مضمونة من قبل دول المنطقة في المستقبل، فأعتقد بالفعل أنها ستضحي فيه مثل ما ضحت بغيره. طيب مصطفى عجيزة اللي هو الشعار كان بيسأل على موضوع لو انضمت تركيا هل ستوافق مصر؟ يعني هل لو انضمت تركيا
في موضوع التحالف، هي منضمة للتحالف، هي منضمة للتحالف، واعتقد ان ما كانش في مشكلة في هذا الامر. هي احنا مشكلتنا مع تركيا هي مشكلة علاقات ثنائية ورد فعل للجرأة او لجرأة اردوغان على ارادة الشعب المصري في 30 يونيو وانحيازه الاعمى، هو تجرؤ انحيازه الاعمى لتنظيم الدولي للاخوان. طيب والسؤال الخاص به، لماذا لا تكون لمصر والسعودية مفاعلات نووية، او طبعا مقصود مفاعلات نووية عسكرية؟ نعم. زي ايران. يعني اعتقد ان هناك توقيع على هذه تدخل في ضمن اتفاقيات ومعاهدات دوليه، وبالتالي الدولتين ملتزمتين فيها. انا اعتقد انه الان في لماذا دائما ليه احنا الناس المؤدبين الملتزمين المحترمين واسرائيل لا، وايران خدت حقها زي ما بيقولوا عندنا بالمصري تالت ومتلت عشان خاطر تاجل الموضوع بضع سنوات؟ صدقني هي اجابتي ممكن تكون في جمله واحده، كل شيء في وقته حلو. كل شيء في وقته حلو، تمام. يعني انا اعتقد انه يعني الان في توجه حتى مع مصر لعمليه الطاقه النوويه والشراكه فيها، على ما اعتقد ظهرت تصريحات عن هذا الموضوع. وكل شيء في وقته حلو، وكل شيء في وقته. وما ننسى انه المملكه وقعت يعني اتفاقيه مع روسيا بانشاء 16 مفاعل نووي، يعني ممكن 14 للاغراض السلميه. ومن هناك الاشياء تبدا كلها. يعني عايز تقول حاجه اخيره؟ انا بس عايز اعلق حاجه اخيره على موضوع الاستاذ سعود فيما يخص التراشق الاعلامي بين البلدين، وقال ان الناس لازم يعني تراعي المصالح، ده صحيح، لكن انا كمان احنا محتاجين نطور افكارنا في كعرب في فكره التعامل مع النقد، وليس كل نقد يعبر عن الدولة أو عن سياسة الدولة. مفيش دولة دلوقتي في، أو على الأقل أقدر أتكلم في مصر، مصر لا تستطيع كدولة أو كنظام أن تسيطر على كل الأقلام أو كل الكلام، وبالتالي كل واحد، لأنه لو استطعت أن تسيطر على ذلك كان النظام سيطر لنفسه، يعني النظام نفسه بيوجه له انتقادات عنيفة. في كلام كتير بيطلع حوالين ضرورة مراعاة المصالح، لكن في النهاية لو في حد ليه رأي محدش بيقدر ايه. فاحنا محتاجين، وده ايضا في السعودية، ان اي حد بيعبر في السعودية عن رأيه ده لا يعني انه يعكس السياسة السعودية او يعكس الارادة في اي دولة عربية. وفي نقطة مهمة انه يعني ليس نقد خطوة سياسية لدولة معينة هو نقد الدولة كشعب ككيان. طبعا هذه لدينا حساسية، احنا علاقة الشعوب دائما. بالضبط، فاحنا لدينا حساسية الحقيقة، اذا تم انتقاد مثلا الحكومة المصرية فتجد الشعب كله انا عايز اسيبكم تروحوا عشان تلحقوا باقي برنامج الزيارة، عشان كده ايه الزيارة هتبقى بالنسبة لكم. بس قبل ما اخلص استاذ اسامة، معلش عاوز اقول للشعب المصري ولكل الشعوب، اذا عاوزين تفهموا كلمة التكامل الاستراتيجي السعودي المصري فشوفوا الاستاذ اسامة كمال من مصر ولابس ربطة عنق خضراء، وانا من السعودية ولابس ربطة عنق حمراء. هذا هو التكامل. ولعلمك انا ربطة العنق الخضراء حقيقي مقصودة. يا الله، يلا صفقة. طيب الرسائل الاخيرة، يعني هنا عبد الحميد الشورى بيقول احد اولويات الزيارة رؤية استراتيجية عميقة للمملكة واصرار من السعودية على حضور مصري. ورسالة لحضراتكم من الدكتور جمال هيبة بيقول لي أحييك على اختيارك لضيوفك الكرام، فهم على دراية وفهم استراتيجي بالمخاطر التي تخص الشأن العربي بالعموم والمصري والسعودي بالأخص. وأنا عايز أقول لك يا دكتور جمال إن أنا فعلا اتعلمت منهم النهاردة الكثير، وبشكركم. تعلمنا منك الكثير. شكرا لكم على الاستضافة الكريمة. بشكرك الأستاذ محمود مسلم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الوطن، شكرا لحضرتك. بشكرك أستاذ سلمان الأنصاري مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأمريكية، شكرا نورتنا. وبشكرك الأستاذ سعود الرئيس رئيس تحرير جريدة الحياة في السعودية والخليج، اتشرفت وتنورنا بيك. الله يشرفك، دارك ألف شكر. بشكركم، وإن شاء الله يعني هنتابع بكرة وبعده إن شاء الله ما ينتج عن الزيارة. يوم السبت على وجه الخصوص هيكون في المنتدى أو الملتقى لرجال الأعمال والحديث عن الاقتصاد، ولكن بكرة
زي ما سمعنا وبنتوقع إن شاء الله تكون في زيارة تاريخية لجلالة الملك سلمان للأزهر الشريف، وتستمر المحادثات وتستمر الزيارة لحد يوم الاثنين القادم. أشوفكم بكرة على خير وتصبحوا على خير.